مشاهدينا مساء الخير، نحييكم في حلقة جديدة على الهواء، حلقة من ضمن حلقاتنا المعتادة في رمضان. هنقدم لكم القضايا بشكل سريع، وأيضا هنناقش معاكم بعض الموضوعات. لعل الأنظار كلها اتجهت إلى القسم اللي أداه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إيذانا بالولاية الثانية بعد الانتخابات. الموعد الرسمي لبداية الولاية الثانية للرئيس السيسي بدأ اليوم بعد أدائه قسم اليمين أمام مجلس النواب، ودي المرة الأولى منذ 13 عاما، يعني منذ عام 2005 لم يحدث القسم في مجلس النواب يعني. وبالتالي هنا التأكيد على أهمية المؤسسات وأهمية اتباع الخطوات المتعلقة بمؤسسية الدولة، إن الدولة تكون دولة مؤسسات. كان الحرص الشديد، حتى شوفوا كان في مشاهد احتفالية اليوم واكبت أداء اليمين داخل مجلس النواب، سواء في ميدان التحرير أو في بعض الشوارع المحيطة. الموعد الرسمي لبداية الولاية الثانية للرئيس السيسي بدأ اليوم مع أداء قسم اليمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. الولاية الأولى أعتقد أنه كانت التحديات اللي فيها كانت كبيرة جدا، لكن كان أهمها هل هننجح في تثبيت الدولة ولا لا. وبالتالي يعني ربما أهم ما تحقق في الولاية الأولى هو النجاح في تثبيت الدولة. يعني إيه تثبيت الدولة؟ يعني كان في محاولات مختلفة لإشعال فتن، لزعزعة الاستقرار داخل مصر، بحيث أنها ما تكونش دولة مستقرة، انه يبقى فيه مشاكل دائمة ومشاكل تفتيت وصراعات، وبعض المؤسسات تهتز. لكن اهم ما ميز الولاية الاولى انه عادت دولة المؤسسات من جديد، يعني تتفق بقى تختلف، لكن في دولة مؤسسات قوية وفي مؤسسات تدير امور البلاد بخلاف ما كان مخططا. يعني إن مصر تكون بلا مؤسسات، إن حالة الثقة حتى في مؤسسات الدولة تنتهي، إن يبقى في فتن مختلفة وفي محاولة حتى لزعزعة الاستقرار على الحدود. وبالتالي هنا كان قضية الإرهاب من أهم القضايا اللي كانت بتستخدم لتحقيق ذلك، إنه مصر ما تكونش دولة، تظل ألا دولة. يعني عشنا بعض السنوات الفوضى والحالة العبثية خلال السنوات القليلة الماضية، انه ما كانش فيه دولة، في حكم الإخوان ما كانش فيه دولة، كان فيه ميليشيات بتحكم، ما كانش فيه مؤسسية ولا مؤسسات دولة. وبالتالي من أهم الأهداف اللي تحققت هي تثبيت أركان الدولة، لكن كمان مواجهة الإرهاب. بعض المشروعات الكبرى اللي بدأت واللي ربما البعض بينتظر ثمارها في الولاية الثانية،
يعني الولايتان متصلتان، وإذا كانت الولاية الأولى كانت ولاية مواجهة التحديات، فبالتأكيد الولاية الثانية الناس هتتطلع في نهايتها إلى جني الثمار، أو إنه تبتدي بعض المشاكل وبعض الأزمات تزول ويبدأ الناس في جني الثمار كما وعد الرئيس السيسي. النهاردة في بداية الكلمة الرئيس بدأ يتكلم عن طب ايه هي التحديات، هتلاقوا انه الكلام التحديات تختلف بالتأكيد عن خطاب ما بعد ثورة 30/6 وما بعد مرحلة انتقالية كنا فيها لسه المؤسسات لم تكن مكتملة، وكانت لسه حتى مظاهر في اخوانا داخل بعض المؤسسات، وكان فيها اهتزازات مختلفة، وكان في كمان عدم اطمئنان في الحالة الأمنية وحالة الاستقرار. لكن في الولاية الثانية ما هي أهم التحديات؟ شعب مصر العظيم، أقف اليوم متحدثا إليكم في مستهل فترة رئاسية جديدة، وبعد أن أقسمت اليمين الدستورية أمامكم بأن أحافظ مخلصا على الدستور والقانون وأن أرعى مصالح هذا الشعب العظيم، وفي هذه اللحظة الفارقة أجد مشاعري قد اختلطت ما بين الشعور بالسعادة بتجديدكم الثقة في شخصي لتحمل مسؤولية وطننا العظيم، والشعور بعظم المسؤولية وحجم التحديات، فقيادة دولة بحجم مصر أمر لو تعلمون عظيم. ودعوني أجدد معكم العقد والعهد بأن نواجه التحدي ونخوض غمار معركتي البقاء والبناء، متمسكين بعقدنا الاجتماعي الذي وقعناه سويا دولة وشعبا، بأن يكون دستورنا هو المصارحة والشفافية، ومبدأنا الأعظم هو العمل، متجردين لصالح هذا الوطن، وأن نقتحم المشكلات ونواجه التحديات ونحن مصطفون محافظون على تماسك كتلتنا الوطنية حية وفاعلة، ولا نسعى سوى لصالح مصرنا العزيزة الأبية وتحقيق التنمية والاستقرار لها وبناء مستقبل يليق بتاريخنا وبتضحيات أبنائها. إذن الرئيس السيسي يحدد تحديات الولاية الثانية في كلمتين: البقاء والبناء. البقاء لأنه ما زلنا نخوض حتى الآن تحديات متعلقة بالبقاء، في ناس مش عايزين مصر تبقى كدولة قوية متماسكة، وبالتالي ما زلنا لسه حتى في الولاية الثانية، حتى لو نجحنا في الولاية الأولى في تثبيت أركان الدولة، لكن في الولاية الثانية ما زالت تحديات البقاء في ظل قوة دولية وإقليمية بتدعم الإرهاب في مصر، ومش عايزين الدولة تبقى قوية. يعني البناء لابد أن يكون متلازما مع مواجهة تهديدات البقاء ومواجهة الإرهاب. رئيس ركز على أن التنمية والاستقرار وكمان الحفاظ على الكتلة الوطنية المتماسكة، والأهم من كل ذلك هو أنه يبقى فيه التطلع لمستقبل أفضل. يعني البقاء والبناء يعني كلمتان تلخصان التحدي في الولاية الثانية. البقاء يبقى بالتأكيد مواجهة الإرهاب، الناس منتظرة أنه الرئيس يحدد إيه اللي هيقوله مع بداية الولاية الثانية عن الإرهاب. لقد واجهنا سويا الإرهاب الغاشم الذي أراد أن ينال من وحدة وطننا الغالي، وتحملنا معا مواجهة التحديات التي خلفها لنا الإرث الثقيل من التحديات الاقتصادية
والاجتماعية والسياسية، وما نجم عنها من آثار سلبية على مناحي الحياة كافة. والحقيقة الجلية أننا كنا نواجه خلال الفترة الرئاسية الأولى التحدي الأكبر في تاريخ وطننا، وبفضل من الله وبإخلاص النوايا والعمل الدؤوب المتجرد استطعنا أن نعبر مرحلة عصيبة وننطلق نحو مستقبل وننطلق نحو مستقبل أكثر ثباتاً واستقراراً وعزماً على تحقيق الحسم في معركة بناء الوطن. تظل قضية الإرهاب قضية أساسية ومحورية، صحيح قطعنا فيها شوطا كبيرا، لكن الإرهاب لا ينتهي ولا توجد دولة تقضي على الإرهاب بشكل كامل يعني. وبالتالي ما زلنا في الولاية الثانية في تحديات متعلقة بمواجهة الإرهاب، والرئيس نتحدث عن الحسم يعني في هذه المعركة. كمان يدرك الرئيس السيسي أنه قوة هذا البلد في تماسك الوحدة الوطنية، في عدم حدوث أي مشاكل طائفية، في صد كل ما يخطط له البعض من محاولات إشعال فتنة، لأنه دايما كان كل الذين يخططون لهز مصر يقول لك أما ألعب على وتر الفتنة الطائفية، أما أحاول أن أؤجج الفتنة الطائفية بين المسلمين والمسيحيين، وهي فتنة ليست موجودة إلا في رؤوس الخصوم والأعداء الذين يخططون لذلك، لكن على أرض الواقع حتى لو في بعض المشاكل التي تنشأ لكن يظل علاجها في الداخل هو الحل، وبأليات الداخل وبالأليات المؤسسية. عشان كده حرص الرئيس في كلمته عن الولاية الثانية وأهم تحدياتها أنه يتكلم عن الأزهر والكنيسة، المؤسستان اللتان تعبران عن التماسك المصري، عن قوة النسيج المصري، وبالتالي كان لابد أن يخص الأزهر والكنيسة بكلمة. ولقد كان يقيني صادقا ورهاني رابحا حين أثبت هذا الشعب العظيم عراقته وصلابته وخاض معركة التحدي محافظا على مكتسبات وطنه وقادرا على تحدي التحدي وإثبات إرادته الحرة، وكانت لوحة الوطن رائعة الجمال والكمال، وقد ازدانت بالأزهر الشريف منبر وسطية الإسلام، وبالكنيسة المصرية العريقة، وبالكنيسة المصرية العريقة رمز السلام والتسامح، يؤمن إرادة شعبنا ويحميها رجال الجيش المصري العظيم البواسل. يؤمن إرادة شعبنا ويحميها رجال الجيش المصري العظيم البواسل وشرطتها الأبطال. الذين قدموا الدماء قربانا من أجل أن يبقى هذا الوطن مرفوع الرأس والهامة. ما بين المؤسستين الدينيتين الأزهر والكنيسة والمؤسستين العسكرية والأمنية للتأكيد على أن تماسك هذا البلد يقوم على الوحدة الوطنية وعلى أيضا المؤسسات اللي بتواجه الإرهاب واللي كمان بتتولى المسؤولية الأولى
في تحقيق الأمن والاستقرار. بدون الأمن والاستقرار لن تحقق شيئا مهما كان عندك من أحلام. عشان كده توجيه التحية للقوات المسلحة تحديدا وللشرطة بعد الأزهر والكنيسة للتأكيد على أن هذه المؤسسات مؤسستان دينيتان. تحدث عن الأزهر على اعتبار أنه رمز وسطية الإسلام، وفي ظل طبعا قوة متطرفة تخطف الإسلام في اتجاهات متطرفة لا علاقة لها بالإسلام يعني. والكنيسة هي رمز السلام والتسامح. الحديث كمان عن دور القوات المسلحة والشرطة للتأكيد على أن نشوف المؤسسات الأربعة تلعب دورا كبيرا في تماسك هذا المجتمع. وبدون هذه المؤسسات اللي احنا عانينا من محاولات التطاول عليها تحديدا، شوفوا أي قوة تحاول أن تتربص بمصر أو حتى لو خدتوا حكم الإخوان مقياسا يعني، هتلاقي فيه الاعتداءات على هذه المؤسسات ومحاولة طمس هويتها وتغييرها ومحاولة جعلها تابعا لهم، لكن تظل هذه المؤسسات بالحفاظ على استقلالها وبوصلتها على طول. بوصلة لا شك فيها، بوصلة وانت مغمض هي بوصلة وطنية تحافظ على تماسك البلد. وبالتالي كان التركيز على توجيه الشكر والتحية والدعم لهذه المؤسسات الأربعة. المرأة كمان دائما دائما لها جزء من كلمات الرئيس السيسي في أي احتفالات وفي أي مناسبات يعني. مع الولاية الثانية كان الكلام أيضا عن أهمية دور المرأة. وها هي المرأة المصرية وها هي المرأة المصرية ومعها كل أفراد الأسرة شبابا وشيوخا وأطفالا يخوضون معركة التنمية والبناء، فيزرعون الخير ويصنعون المستقبل ويرسمون للغد طريقا كي نحقق حلمنا الوطني بمصرنا دولة حديثة تقوم على أسس الحرية والديمقراطية وتستعيد مكانتها اللائقة بين الأمم إقليميا ودوليا. أكيد كمان كان هيبقى الاهتمام بخطوات الإصلاح الاقتصادي، الهموم المعيشية والاقتصادية عند المواطنين. والرئيس كان صارح الناس في الولاية الأولى بأن في خطوات صعبة لابد أن يتحملها الجميع، وأن ده هيبتدي يحصد الناس ثماره في مرحلة قادمة، وأنه فضل عدم ترحيل المشاكل للأجيال القادمة كما فعل الكثيرون، وفضل مواجهتها حتى لو أدى هذا المنهج إلى سحب مساحات من شعبيته. وقال أنا ههتم بأن نعمل ما يمكن أن يؤدي إلى عدم تصدير المشاكل إلى الأمام، على اعتبار أن تراكمات المشاكل هي اللي بتؤدي في النهاية إلى أنها بتتضخم بهذا الشكل. طيب الإصلاح الاقتصادي اللي كمان بالتأكيد هو أهم هموم الولاية الثانية، يعني ربما على قمتها مع مواجهة الإرهاب، كيف يمكن أن تتحقق بعض الإصلاحات في الجوانب المعيشية والاقتصادية؟ أبناء مصر الكرام، منذ اللحظة الأولى التي توليت فيها مهام منصبي وقد وضعت خطة عمل قائمة على الإسراع بالخطى في الإصلاح على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والمجتمعية، بجانب المواجهة الأمنية للمخاطر التي تحيق بمصر. وكانت خطتنا الطموحة لإطلاق حزمة من المشروعات القومية العملاقة التي تهدف لتعظيم أصول الدولة وتحسين بنيتها التحتية وتوفير فرص عمالة كثيفة تسير بالتوازي
مع مخطط شامل للإصلاح الاقتصادي لمواجهة التراجع الكبير في مؤشرات الاقتصاد العام، والتي ارتبطت به شبكة من برامج الحماية الاجتماعية لمواجهة الآثار السلبية الناجمة عن هذه الإصلاحات. والآن وقد تحققت نجاحات المرحلة الأولى من خطتنا، فإنني أؤكد لكم بأننا سنضع بناء الإنسان المصري على رأس أولويات الدولة خلال المرحلة القادمة. يقينا مني بأن كنز أمتنا الحقيقي هو الإنسان، والذي يجب أن يتم بناؤه على أساس شامل ومتكامل بدنيا وعقليا وثقافيا. شديد الرئيس بيقول انه اهم اولويه في الولايه الثانيه هي بناء الانسان المصري. بناء الانسان المصري ده طبعا بيدخل فيه كل ما يتعلق بالتعليم، بالصحه، بالاوضاع المعيشيه والاقتصاديه. يعني مش اوضاع معيشيه فقط، لا، الناس كمان. عشان تبني الانسان المصري نحتاج لنظام تعليم افضل، نحتاج الى نظام صحة أفضل، وكذلك الأوضاع المعيشية والاقتصادية. وده اللي بيؤكده الرئيس في بداية الولاية الثانية، إنه ده هو أهم تحدي يضعه أمامه في بداية هذه الولاية. كيف يمكن أن نبني الإنسان المصري؟ طبعا في ظل سنوات عانينا فيها من عدم الاهتمام بهذه القضية، يعني طيلة السنوات الماضية، كيف يمكن أن نفكر في بناء الإنسان المصري بأشكال مختلفة؟ زي ما قلت لكم هيدخل فيها تعليم وصحة، وهيدخل فيها أيضا الأوضاع المعيشية والاقتصادية. طيب، كيف يمكن أن نعبر إلى المستقبل؟ ده الجزء الأخير اللي هاخده من كلام الرئيس السيسي، إيه اللي بيعتمد عليه أيضا في العبور إلى المستقبل؟ السيدات والسادة، أذكركم ونفسي بمسيرتنا سويا منذ أن لبيت نداءكم وارتضيت بأن أكون على رأس فريق إنقاذ الوطن ممن أرادوا له السقوط في براثن الانهيار والدمار، متاجرين بالدين تارة وبالحرية والديمقراطية تارة أخرى. وأنا على العهد معكم باق، لم ولن أدخر جهدا أو أؤجل عملا أو أسوف أمرا، ولن أخشى مواجهة أو اقتحاما لمشكلة أو تحدي. وزادي في طريقي هذا هو اليقين بعظمة وعراقة أمتنا، وإيماني بأن اصطفاف الشعب المصري العظيم هو ضمانات الانتصار والعبور نحو المستقبل. طبعا في الجزء ده لما نستعيد ما بعد 30/6 كان الناس طبعا عندها أحلام كبيرة في إن على الأقل نقف على أقدامنا وتعود دولة المؤسسات. الرئيس بيستعيد هذه اللحظات وقال يعني انه ترأست فريق انقاذ الوطن، يعني على اعتبار انقاذ الوطن كان في مؤسسات مختلفة بالاضافة الى الشعب، يعني اللي كان في طليعة الصفوف في مواجهة جماعة الاخوان ومواجهة محاولات اختطاف الدولة. رئيس يتحدث كمان على انه القوة الوحيدة والكبيرة اللي يمكن ان نعتمد عليها هي الاصطفاف الوطني. الاصطفاف الوطني يعني الناس ما تتمزقش وما يبقاش فيه الكتل المشتتة والمتشتتة، لا، يبقى فيه حالة توحد وطني وحالة اصطفاف وطني حول
قضايانا المصيرية المهمة اللي حددها الرئيس بالبقاء والبناء. البقاء يعني مواجهة كل ما يهددنا من إرهاب ومخططات خارجية، والبناء إن احنا نستمر في عملية البناء وتحقيق التنمية الاقتصادية وأيضا الخطوات الاقتصادية بشكل واقعي. بشكل واقعي يعني هيبقى فيه الخطوات الصعبة اللي تؤدي في النهاية إلى جني الثمار وتحسن الأوضاع المعيشية والاقتصادية. دي كانت أهم الملامح اللي لخصناها لكم في كلمة الرئيس السيسي اليوم بعد أداء قسم اليمين وبعد بداية اللي دشنت بداية الولاية الثانية بعد ولاية أولى تحققت فيها أحلام وأزلنا ألغاما، ولسه في بعض الأحلام الكثيرة اللي ما زال الناس يحلمون بها ويطمحون في تحقيقها. وبالتأكيد الرئيس حدد التحديات وأولوياتها، وخلونا نقول تاني أهمها بناء الإنسان المصري، بالإضافة إلى الكلمتين اللي لخص بهما تحديات المرحلة القادمة: البقاء والبناء. بعد الفاصل هنكمل معاكم وهندخل في بعض القضايا اللي هنبتدي نناقشها معاكم بعد الفاصل. مشاهدينا نحييكم من جديد. المشاهد اللي شفناها قبل قليل لعنة كارما، مسلسل لمخرج كبير خيري بشارة وللفنانة هيفاء وهبي، لكن كمان اللي لفت الأنظار بشكل كبير قوي فارس رحومة. فارس البعض قال هو ده مصري ولا أوروبي ولا خلطة ولا إيه يعني، وهل هو هينجح في الفن بشكله وبملامحه ولا عنده الموهبة الفنية؟ عشان كده الناس بدأت تتابع وتشوف فارس في المسلسل. كمان فارس عنده بدايات صحيح يعني بسيطة في السينما المصرية أو في الأعمال العربية، لكن هو كمان بيشتغل في الخارج لأنه قاعد في النمسا ويتنقل بين النمسا وإيطاليا. كمان والده الأستاذ نبيل رحومة هو أيضا ممثل. يعني الاثنين معانا النهاردة، بس يعني هقدم فارس أولا لأن احنا بنتكلم عن مسلسلات رمضان وعن مسلسل لعنة كارما تحديدا. فارس أهلا بيك. أهلا بيك يا أستاذ وائل، فرصة سعيدة جدا. يعني ده أنا أسعد والله. أنت مصري ولا؟ أنا من الآخر شرقاوي نمساوي نص جامد. شرقاوي نمساوي؟ أيوة. نص إيه؟ جامد. جامد؟ صح؟ لا احنا عايزينك جامد جدا بقى. لا أنا نص الحمد جامد. لله يعني جامد. هقدم والدك معايا الأستاذ نبيل. أستاذ نبيل رحومة أهلا بيك. أهلا بيك أستاذ وائل. أهلا بيك أستاذ نبيل. قبل ما أبدأ أسأل فارس كده، أنت واضح كده أنت شرقاوي يعني؟ شرقاوي. طب سافرت أوروبا إمتى؟ خدت الثانوية العامة وسافرت أوروبا. ثانوية عامة وسافرت. بحر هجرة غير شرعية ولا لا؟ والله من حظي كانت مش موجود الهجرة الشرعية دي. في الوقت ده ما كانش حاجة. فكان كل حاجة رسمية وكل حاجة ماشية صح. تاخد تأشيرة وتسافر. تأشيرة وكل حاجة ماشية صح. بس ثانوية عامة كنت صغير، 18 سنة؟ يعني تقريبا 20 سنة. 20 سنة. وسافرت واشتغلت بقى ايه؟ يعني طبعا زي بداية أي واحد بيتغرب بيبقى عايز يشتغل أي شغلانة اللي هي متوفرة. كان في جرايد، كان جرسون، كان في مصنع. كان وبعدين اتنقلت من تجارة سيارات، وبعدين عملت نادي، وبعدين جمعت فيه العرب والمصريين. اسمعوا الكلام ده يا جماعة، مهم جدا. النموذج ده بنشوفه كتير، اللي هو سافر واشتغل بقى كل المهن اللي البعض بيعتقد انها مهن متدنية يعني اقل يعني مستوى، لكن الحياة عايزة كده. وفي النهاية يعني بنيت نفسك وبتقول عملت بعد كده انا كان طبعا وبعدين بقى ابتديت الفن ده، قلت مش معقول ان انا هوصل في النمسا بالموضوع الفن، فركزت على اولادي على فارس. بس انت مثلت قبل الاول؟ قدمت فارس. قدمت فارس في البدايه؟ في البدايه قبل ما تدخل انت قبل مجال ما اخش الفن. انا وبعدين انا جت بالصدفه بعد ما قدمته
جيت هنا عرضت نفسي على عرضت هو على المنتجين هنا. كان اول واحد دكتور عادل حسني فشاف الشغل بتاعه، كان عامل مسلسل اسمه المربي وعامل فيلم سينمائي اسمه الاخطبوط اشتاج اوزدان لوفت بالون. فلما شافهم قال لي والله يا نبيل ابنك عامل شغل حلو قوي بس ده طفل، انا مش محتاج وانا محتاجك انت. وابتدت العمليه دي. وقدمني. دي كان كام سنه فارس وقتها؟ كان عنده 15 سنه تقريبا. 15 سنه. طيب يعني 14 15. خليني بقى اسال فارس. فارس انت كده واضح انت مش مواليد مصر، مولود فين؟ انا في بلد زي الشرقيه كده في النمسا اسمها بايتس. ومعتز بشرقاويته عشان احنا فلاحين من الاخر يعني. فلاحين ومعتز بشرقاويته هنا وهناك، هناك فلاحين وهنا هناك. الحمد لله يعني. مع ان ملامحك يعني بتظلمك شويه، الناس هتقول ملامحه تقول انه مش مصري يعني. ما للاسف هما في النمسا بيقولوا هو مصري قوي يعني. في النمسا يقولوا عليك كده. وانا نفس العمليه لعلمك، هنا اعمل ادوار اجنبيه وهناك اعمل ادوار اجنبيه. والله نفس القصه هنا. فانت اتولدت في النمسا. ايوه. والدتك بقى مش مصريه فيها. نمساويه. انت اتجوزت في النمسا على طول نمساويه ولا كان في شويه؟ لا ما فيش حاجه، هي كانت دي البدايه ودي كانت الخير كله بصراحه. فعلا كان ست ممتازه. كانت مدرسه. هي لسه ممتازه على فكره ولغايه دلوقتي ممتازه. شو بيقول لك ايه لسه ممتازه؟ وانا بقولها قبل منه طبعا. لا لا لا، انا بقول لك هي قبل منه، قبل ما هو يقول انا بقول ان هي ست ممتازه. طب ممكن انا اقول حاجه بقى؟ اتفضل. انا سعيد جدا ان انا ربنا كرمني يعني بابا ده وامي دي، وعندي اخوات اتنين طارق وكريم، وعندي عيله كبيره قوي يعني الحمد لله. جدي الله يرحمه فلاح، فلاح كان شاطر خلف 12. فالعيله بتاعتي اللي انا بموت فيها يعني في العالم كله يعني، في مصر في فرنسا في فيينا. حضرتك معلش ممكن اقول حاجه؟ انت حضرتك قلت ان انا استاذ وائل ان انا بين النمسا وايطاليا. هي النمسا وفرنسا عشان بشتغل مع فرنسا. اصل انا فاكر زمان كان والدك بيبعت لي حاجه، انت كنت بعت لي حاجه عملها في ايطاليا ولا انت اللي كنت عملتها؟ يبقى انا عملتها، كانت في المانيا وتشيكوسلوفاكيا. طيب فارس كامل. طب والدتك بقى، لان انا شايف انت يعني بتدافع عن والدتك، وهو حتى الراجل يعني قال ان انا طبعا كلنا بنعترف كلنا بنعمل كده يا استاذ وائل. الحمد لله يعني. ما حصلش تناقض شويه فارس عندك اللي هو ال عشان انا نص نص ثقافات يعني؟ يعني عشان نص نص يعني نص نص. بص يا استاذ وائل، انا في الاول طبعا في ناس كتير زيي في الدنيا كلها. ان ايه الوالد يا اما الام سابت اهلها وراحت بلد تانية عشان تعيش هناك. انا شايف في الاول طبعا كل واحد بيتعب، مش هنضحك على بعض. ليه؟ عشان شكلك غريب، اسمك غريب، مش عارف ايه. بس انا بعد شويه عشان انا ايه بقى لما بروح الشرقيه في النمسا اللي انا اتولدت فيها كان لازم امثل على الناس. يعني انا دلوقتي نص مصري غريب عليهم، فلازم ايه احاول اكون ايه يعني اركب معهم مع الكلام مع الـ يعني الحقيقه كده. فلازم نفس الوقت واحد بيروح بايتس شتايماك دي بره بلد بره فيينا ويركب طياره من فيينا عشان يروح فين؟ فقوس. فانت مثلت دور هناك ومثلت دور طبعا هناك، هم دول اهلك يعني. مش بتمثل قوي بس بتحاول يعني تمشي معاهم تتكلم معاهم تفهم ايه اللغه الغريبه دي اللي انا لسه ما بعرفش اكلمها. يعني الحمد لله بعد فيلم مصير عرفت اتكلم عربي شويه وفهمت الموضوع. بس من الاخر دي كانت بدايه التمثيل، ان واحد شاب صغير طفل مع اخواته الاثنين بيحاول يعني ينجزوا هنا وهناك، يفهموا الموضوع هنا وهناك هنا وهناك. دي كانت بدايه التمثيل طبعا، لان في ناس بتقول خلاص لما انجح في البيئه اللي انا فيها دي في اوروبا وخلاص. انت كنت عاوز مصمم انك تنجح في مصر، ما قلتش اما اشتغل بقى في اعمال في اوروبا، انت صممت انك تنجح في مصر. هو ده المصير. المصير مرتين، هو بتاع يوسف شاهين. بتاع يوسف شاهين ومصيري انا، ان انا جات لي الفرصه ان انا لما خلصت محل التمثيل. انا يعني انا فعلا وانا عندي 8 سنين
فعلا ربنا كرمني بوالدي ووالدتي ان هم ايه فهموا من الاول ان عيالنا دي عنده تالنت كامل يعني. قلنا لازم ده مجاله التمثيل. التمثيل لان هو كان دايما يضحك في الفصل زمايله، بيقلد بيعمل حاجات كلها فعلا بتقلد وبتضحك لما الحياه حلوه يعني. انتم محلينها قوي في المسلسل كمان يا فارس، يعني فارس وهيفاء وابي يعني فمحلين الحياه ومناظر طبيعيه جميله في المسلسل. بس انت قلت لي كنت بمثل على الناس، فده علمك التمثيل عشان مجتمع بتقول انا بمثل على الناس، يعني ازاي بتمثل على الناس؟ بطريقه يعني لذيذه، ان انا ايه عايز اوصل للشخص، عايز افهمه، عايز احس بيه. فمهما هو عايش في مصر، في فاقوس، في الغزالي عندنا، مهما هو عايش في القاهره ولا في اسكندريه ولا بيعوم في المعموره ولا مش عارف في اي حته، ولا بيروح بقى النمسا ولا بيروح في اي حته بقى، انت عايز تتعامل مع الناس. فانا كان نفسي ايه افهم مين الشخص اللي قدامي ده، الشخصيه اوصله ازاي، ازاي يعني هنعرف نفهم بعض، نحس ببعض. ودي كانت اول يعني خطوه ان انا يعني اشوف طب استاذ وائل ده دلوقتي عامل شعره ابيض كده، طب ما انا ممكن اعمل زيه كده، ممكن استفيد من الموضوع ده يعني مثلا. طب هو قاعد كده، طب ممكن انا اقعد برضه كده يعني، الدنيا ماشيه تمام يعني. فطب هو بيفكر ازاي، هو بيتكلم ازاي، هو عايش ازاي، عشان ايه افهم الدنيا ماشيه ازاي. فده يعني خلاك انك تجيد التمثيل قوي، انك تشوف اللي قدامك بالظبط، تدخل مفاتيحه ايه، تدخل عليه ازاي. فتعلمت تقمص شخصيات مختلفه. في كان عندي عن اذنك يا بابا، في كان عندنا حظ حلو المصير برضو. وانا عندي 8 سنين اخويا رحنا اوديشن فيلم سينمائي، جينا متاخرين عشان احنا مصريين بنحب نيجي متاخرين شويه يعني ناخد راحتنا. المواعيد المصريه معلش بقى، خمس دقايق جايين، خمسه هي نص ساعه بس. ليه حظنا كان حلو؟ ليه؟ عشان هم قافلين الاوديشن دي، فاخويا كريم اللي برضو ممثل شايف مانيكا كده بابت اللي المفروض تكون في المول يعني وكده لابسه كده، فراح مسك ايديها وبس ايديها زي ما انا بعمل مع الاستاذ، انا ببوس الايد المدام. الممثله شافت الموضوع ده قالت خلاص باظت. كانت هي نفسها مرات المخرج، كانت مرات المخرج بعد ما اختاروا الكاستن وكله، شافت المنظر ده قالت هو ده، قالت بس هو ده اللي انا بدور عليه، اللي انا خدتهم دول ما لهمش لازمه. رحنا المكتب اكتشفوا ان الدور 30 يوم ده كريم اخويا. وخالد ده كريم اخوك وده مشهد اساسا احنا عملناه في النمسا في اللي هنتكلم عنه الحلقه 6. يعني كريم كمان بيمثل ده عمل ادوار بطوله كمان بطوله فاللي حصل بعد كده ان احنا رحنا المكتب واكتشفوا ان الدور ده 30 يوم تصوير وكلام كتير مش هينفع. كريم جدع كل حاجه بس هو عنده 4 سنين هيبقى كتير عليه. فقالوا طب مش هنعمل اوديشن تاني، ما هو مين ده؟ ده اخوه، طب ما ناخد ده وناخد ده. وابتدت من كده بقى، وابتدت كده. كمان اسبوع بعديها رحت ايطاليا فعلا فينيسيا، كان الكارنفال، واول يوم تصوير عرفت ان انا عايز اشتغل الشغلانه دي، مكياج واكل وتعالى هنا حبيبي انت محتاج حاجه، طب اكشن تروح تجري، خلاص عرفت ان هو دي الشغلانه اللي انا عايز اشتغلها. وبعدين حبيتها يعني خلاص. وبعدين بعد كده جاله بقى بطوله يعني في مسلسل تلفزيوني كان مشهور قوي اسمه المربي. لاي اوبا يعني، وكان امه في مغنيه اوبرا واصلها لبناني كمان. فنجح المسلسل ده وابتدت بقى العمليه النمسا؟ تمشي في النمسا. في النمسا. طيب اللغة العربية بقى يا فارس اتعلمتها ازاي؟ يعني انت مولود في النمسا وبالتأكيد لغاية سن كام ما كنتش بتتكلم عربي خالص؟ بصراحة؟ مش طبعا مش هينفع احنا على الهوا كده مش لا انا فعلا كنت اول كلمة قلتها في حياتي كانت عربي. انا عندي كنت انا بكلمه عربي، ما كلمتش سنتين، كنت بتكلموا عربي في البيت. في البيت عربي بس ما يسمعش مني ولا كلمه. لا بس بابا خدني رحنا نزلنا مصر وانا لسه طفل، فما كنتش بكلم خالص. اول كلمه افتح مين؟ افتح يا افتح يا سمسم ولا لا مش سمسم محمود، افتح يا محمود، دي اول كلمه.
بخبط على الباب بلعب في الشارع برجع عشان جعان فين تيتا عايز افتح ما فيش حد افتح يا محمود صح لا اول كلمه قالها دي اول كلمة. بعد كده رجعت النمسا انا طول عمري عايش هناك فطبعا الالماني دي كانت اول لغه بالنسبه لي بس احنا كنا بننزل كل سنه وبشكرك عشان كده يا بابا كل سنه بنقعد شهر ننزل على مصر الجديده نادي الشمس غطس كده في الحمام السباحه نروح من نادي الشمس مصر الجديده على فاقوس يومين ثلاثه لغايه لما الناموس ياكلنا وبعدين نروح بقى في معموره نقعد هناك ودي كل السنه شهر ففي الفتره دي طبعا عيله كبيره بقى الحمد لله هو تزعل ناموس ياكلنا ده راجل ما هو الناموس مبهدلنا لا خلاص الناموس بقى صاحبي انا صاحبت الناموس حتى فكر بس واضح انت بتحب جذورك في فاقوس يعني ما يعني صح طبعا احنا يعني طيب انت عارف يعني قصه القطر يعني انا وقفته اساسا الشراوه او القطر لا بابا وقفه عزم القطر بقول لك عزم القطر كرمه يعني هي كانت مصلحه بالاخر يعني في الاخر برضه خدنا حقنا ما تخليش بتوع الشرقيه يزعلوا منك لا لا انا تبعهم انا بضحك ده ذكاء عايز اقول ذكاء منهم بنضحك بنحب فارس بدات بقى عشان تتعلم اللغه العربيه نفسها كده لا اللي حصل فعلا ان المصير اللي انا قلت ده مصير وده مصير استاذ يوسف شاهين من غيره ما كنتش عارف اقعد هنا ولا امثل مع استاذ خالي بشاره ولا مع استاذه هيفاء وهبي ما كنتش عارف اعمل اي حاجه ولا فاهم انا مين ووالدي جاي منين عشان في التصوير بتاع المصير والكاست الجميل اللي انا طرفت عليه اللي علموني ومنهم الله يرحمه عبد الله محمود خدني كده وطبعا الممثلين كلهم من هاني سلامه لغايه محمود حماده وليلى علوي والناس دي كلها وطبعا جو وخالد يوسف هم علموني العربي عشان انا صورت الاول مع استاذ يوسف شاهين شهرين في لبنان وسوريا كتب بقى واغركب بغل وانزل النهر ومش عارف ايه ده ما كانش فيه عربي خالص وبعدين ابتدى التصوير كبير مع الفنانين كلهم فقعدت معاهم 6 اشهر وطك كده بقيت احلم بالعربي ويوم صحيت تاني يوم وكلمت عربي ما فوجئت يعني ازاي جاي منين قلت بقى كلام كنت بقى يعني بقول برضو كلام ما ينفعش فكان طنط بقى بتقول طنط منال ولا طنط امال بتقول حلو قوي ان انت بتتكلم عربي بس دي لا مش على الترابيزه عشان اللي انا مش فاهم بقى اللي هو عربي مكسر احنا بنسميه اللي هو يعني انا مكسر كان مكسر قوي يعني مكسر خالص يعني خالص من الاخر يعني لا بس انت كده تمام يعني تمام انا مش عارف انت حضرتك تقول لي بقى لا كده كده كويس جدا يعني في المسلسل بقى في لعنة كارل ما هوش هنا بعض الناس بيقولوا انه فارس اول ما شافوك كده لا فارس داخل يعتمد على شكله يعني على وسامته يعني انت بتعتمد على شكلك وسمتك ولا عندك طاقه فنيه ممكن تعمل ادوار متنوعه مختلفه مش لازم الولد الوسيم اللي هو حتقع هيفاء وهبي في حبه فهمتني في السؤال فهمت طبعا انا بس مستني حضرتك تكمل عشان اول حاجه شكرا لبابا شكرا لماما ان كرمتوني بالشكل ده تمام واي واحد عايز يمثل هو الشكل ممكن نقول 30% فغير كده في حاجه اسمها روح لو الروح مش موجود لو زي ما قلت حضرتك ان انا مش لو انا مش عايز اتعرف على اللي قدامي اللي قاعد قدامي عشان افهم الدنيا ماشيه ازاي والناس دي ماشيه ازاي لو عايز اتعرف على الفن ده يبقى مش همثل عشان بيه ليه عشان اخش ممكن اعمل اعلانات ومفيش ما بقولش حاجه ضد الاعلانات بس انا عايز اشتغل افلام عايز اشتغل مسرح انا عايز اوصل حلم فاي شكل انا مثلت مع استاذ خالي بشاره واحد عنده 96 سنه ده في فيلم اسمه ليله في القمر ليله في القمر دي كانت اول تجربه مع الاستاذ خالي بشاره اشكره نعم واحد عنده 96 سنه ف هنتكلم بقى في الشكل وهو بس لا طبعا اي واحد عايز يشتغل في التمثيل يفهم ان الشكل ده وبالذات للاسف لو ممكن اقول كده في العالم كله بالنسبه اللي انا بعشقهم الستات اللي بيمثلوا انا بحس وعشان كده برضو اشتغلت في لعنة كارما عشان انا اكتشفت ان السيناريو فيه ادوار قويه جدا غير استاذه
هيفاء وهبي. لا في ادوار قويه جدا بالنسبه للستات ويكبرهم، وده مطلوب بالنسبه لي في العالم كله. انا بحب اتفرج على كلام افلام ومسلسلات نشوف الستات ليه، عشان الميديا والاعلانات بتقول لنا بعد مثلا مش عارف كام سنه شكرا الشكل ما ينفعش. طب ليه يا جماعه؟ ما احنا مش بنمثل عشان ايه نخلص بعد 10 سنين 15 سنه وكده خلصت. لا يعني بالنسبه للناس يعني زي الرجاله، حضرتك انا شايفك ممكن تكون ممثل، انت مثلت قبل كده؟ لا ما مثلتش خالص، خساره والله، لاني لا اجيد موهبه التمثيل يعني. بس احنا ممكن نمثل لغايه بقى ايه فوق التسعينات. بس انت مقلدني في الشعر الابيض، انا فاهم يعني انت داخل. انا قلت انا عملت ريسيرش ف بس انت عامله ولا ده طبيعي؟ انت هو مره تشوفه اسمر مره تشوفه ابيض يعني يعني الفيلم اللي فات اللي عملته مع اصحابي دي ماي جرامبيس حطت لون، بس كان مطلوب للدور، كان مطلوب للدور بس اللي انا كنت عايز اقول يعني اللي انت عايز تقوله كويس جدا، الشكل ده بيروح، ما بتعتمدش على شكلك. لا انا مش جاي امثل عشان انا شايف ان انا يعني انا سعيد جدا ان الناس بيقولوا هم معجبين بالشكل، بس يا ريت يكونوا معجبين بالتمثيل والفن اكتر. طيب ده كلام طبعا يا جماعه مهم جدا، لانه كمان في ناس في موجه شويه شغاله تغزل في فارس يعني، في فارس بيقول لهم الشكل انا عايز انجح بالمضمون يعني مش الشكل، لان الحياة اللي بيعتمد على الشكل ما هو قال انا كان ممكن اشتغل بقى في الاعلانات يعني، لكن التمثيل تمثيل واداء، هتتحاسب على ادائك يعني. ممكن اقول حاجه؟ زي ما انا قلت الادوار والسيناريو جامد جدا، عايز اشكر عبير سليمان المؤلفه عشان غير دور عمر هدايه عاجبني قوي. انا حبيت قوي طبعا الدور بتاع الاستاذه هيفاء وهبي، يعني ده دور مكتوب صح وتمثل احسن بكتير اللي انا كنت متخيله يعني. هي استاذه ومش عارف يعني اشكرها قد ايه يعني، فوجئت انها بتمثل. لا انا شايف افضل إن الدور مما تخيلته يعني. لا خالص، انا طبعا الواحد بيقرا السيناريو بيشوف يعني متصور يعني ده ممكن الدور ده ممكن يبقى كده كده. انا فوجئت يعني، انا حبيت تمثيلها قوي عشان الدور مكتوب صح، واحدة تنصب على الدنيا كلها. واحدة مش واحد، فده عجبني ان واحدة تنصب مش واحد. مش واحد ليه؟ عجبك عشان من الاخر يعني احنا عارفين الستات اقوى من الرجالة يعني من الاخر يعني. ستات اقوى؟ مش عارف، انا قلتها مرة مش هقولها تاني يعني. وغير فيها عبير عيسى بتمثل يعني واو يعني بتمثل دور الفنانة الأردنية الأردنية اللي برضو جاية من بره، أنا بعشقها تمثيلها. وفي طبعا كل الممثلين ستات رجالة أنا بستفيد منهم عشان هم ممكن نقول نتكلم بالصراحة، واحد خواجة جاي مش عارفين هنعرف نتعامل معاه هيخش معانا ولا لا. لا أنا جيت بنقول بالالماني يعني السرير كان تسبيت واجي معخت وساكمة سرير كان يعني انا نمت وحلمت. ده ترجم المثل ده بالالماني السرير يعني كان ايه يعني جاهز للنوم، جاهز للنوم جاهز للاحلام مرتب ومنظم للاحلام ده حكمة المانية يعني من الاخر بنوصل الاحلام. هو خريج معهد تمثيل، اصغر واحد تخرج من معهد التمثيل يمكن في تاريخ النمسا بدرجة امتياز، دي ميزة كمان يعني. من فارس؟ من فارس. احنا عموما عندنا السرير ما يعني ما مش مرتب خالص ومش جاهز للأحلام يعني، فكويس انك مؤمن بالحكمة. نجيب لك واحد يا استاذ وائل، نجيب لك واحد من نفسه والله. بس سرير بس. حكمة انه الأحلام جاهزة للتحقق يعني، انك تستطيع انك تحققها يعني. قول لي فارس في المسلسل كمان يعني من الواضح انه الاستاذ خير بشارة كمان كان له تعليمات معاك يعني كمخرج، له توجيهات ولا انت داخل على الشخصيه من نفسك، ولا رؤيه المخرج كانت مهمه بالنسبه لك؟ طبعا مهمه،
انا اساسا جيت عشان عارف ان انا هشتغل مع الاستاذ خريب شعر. انا ده كان يعني من اهم احنا فعلا ربنا كرمني ان احنا تعرفنا بعض في التصوير بتاع ليله في القمر، وبرده السيناريو عجبني ان انا المدام بتتصل ولا لازم مشاهدين طب مشاهدين بيقولوا بعض تعليقات هقول لك عليها بعد شويه. لا فانا حبيت قوي ان انا اتصل بيا. انا للاسف اتصل بيا قبل كده ما كانش في نصيب عشان كان عندي شغل هناك. فلما قابلنا بعض انا كنت في المرحله دي بعمل فيلم مع اصحابي بنفس السيستم اللي احنا صورنا بيها الليله في القمر، ديجيتال بالعدسات 35 مللي اللي بيجيب لك ايه السينما لوك. فاحنا عملنا كده ليه في النمسا؟ عشان كنا عايزين نقول ان حتى لو ما عندكش امكانيات كبيره يعني فلوس كتير ممكن تعمل سينما حلوه. ففي الوقت ده قابلنا، فانا حبيته عشان ذاك مخرج علمني كتير وذاك صاحبي دلوقتي ويعني زي المنتور بتاعي، وراني الدنيا هنا ماشيه ازاي. واللي انا بموت فيه ان هو بينجز بيخلص يعني بيتصرف في هنا هناك في النمسا وفي الدنيا كلها انا بحاول اتصرف يعني. فهو استاذ في الموضوع. بعدين في حاجه احب اقولها فارس، الحمد لله لغايه اللحظه ديت ما دخلش فيلم الا ما يكون ياخد جوائز، سواء في المصير، سواء في الجرانتيك اللي هو الفيلم الاخراني ده، سواء في فيلم ايه تاني اللي هو بتاع ارمن بتاع بيتر اوف بيرسن بودن برضه اخذ جايزه يعني كلها جوائز. انا عندي مثلا تعليقات في بعض الناس بيسالوا في يعني فارس انه الانطباع يعني الانطباع عند الناس يعني استاذ محمود فهمي بيقول اهلا بيك محمود فهمي عشان انت قلت اول كلمه قلتها محمود يعني افتح يا محمود فبيقول الانطباع اللي عندي عن فارس انه بيقلد حسين فهمي، هل ده صحيح؟ حسين فهمي؟ هو ما يعرفش يمكن حسين فهمي. لا عارفه بس ما اللي عمل معايا اللي عمل معايا عارف مع السوبر الابيض عشان الشعر يعني وكان ولا ايه؟ الاعتماد على الشقل انا بهزر يعني حسين فهمي بهزر. ربما مع بداياته كان الاعتماد على الوسامه، لكن بعد كده طبعا حسين فهمي ممثل بارع يعني. استاذ حسين فهمي فنان كبير وما يقدرش اي واحد ما يقدرش يجي جنبه يعني. في ناس انا بعشق ممثلين كتير قوي واتفرجت على تلفزيون وانا صغير ودخلت السينما وانا صغير فتعلمت من الناس دي ومنه طبعا. بس انا يعني من الاخر يعني بحاول اعمل شغلي انا يعني باخد من هنا. استاذه ناديه بتقول انه استخدام كلمات باللغة الإنجليزية كتير وبالإضافة إلى استخدام بعض الكلمات العربية المكسرة في المسلسل ممكن يعزلك عن المشاهد المصري يعني، لكن هي طبيعة الشخصية كده أعتقد. أنا متشكر جدا إن مدام عبير سليمان المؤلفة لما أنا أول ما نزلت مصر من حوالي شهر ونص قلت لازم أقابلها أشكرها وممكن أقول لها كمان أنا برضو بكتب. فقلت لها دلوقتي شخصية عمر هداية دي مكتوبة إن هو عنده مشكلة مع أخوه، إن هو بينجز وبيتصرف زي أستاذ خيري هو مش قوي على قده، فهو إتس فاميلي بيزنس معلش هو يعني والاتنين رجال أعمال، بس عمر هداية بينجز بطريقته وكمال بطريقته ما مش تصرفاته مش قوي. فقلت لها هل دلوقتي لو نخلي الاثنين دول مثلا مش من أمة واحدة هيبقى الشك بينهم أقوى؟ قالت لي والله فكرة، وأنا بقى سعيد جدا إن هي قعدت معايا كتير وخدت مني شوية. فقلنا طب ما نخلي عمر هداية ده أمه ألمانية. قالت لي طب ما نخليها نمساوية ونخلص. قلت لها لا مش للدرجة دي، خليه ألماني عشان الألمان بيحب ينجز ودرس هناك كويس. فعمر هداية طول عمره عايش برا كان عايز يبقى دكتور، فراح مصر عشان يدرس الطب، تعرف على اللي هتبقى مرات أخوه أروى، إيناس
بس الدور ده جميل جدا جدا جدا, عايز اشكرها. ف بيحصل في البيزنس ان ايه, بيقع ابوه واخوه بيوقعوا البيزنس بتاع هدايه, عائله هدايه. فهو ساب الطب عشان ايه, ينجز معاهم ويكبر البيزنس. فكان مطلوب منه ان يسيب احلامه ويشيل ويشيل الليله يعني. فكان مطلوب انه يجيب شخصيه, يشيل الليله. صح بتاع صح صح تمام. كان مطلوب منه ان يسيب احلامه الطب والدكتورات والكلام ده كله عشان ايه بقى, يشيل الليله. يشيل الليله تاني ليلتين بقى. بس مطلوب ان هو بيعرف البيزنس بره بينجح عشان عنده مكتب في المانيا, في قبرص, في الاردن, في بيروت. مش عشان مش واحد مصري مش هيعرف يقوم بالواجب ده, لا ما نقولش كده. يعني طبيعه الشخصيه ان هو بيسافر كتير, فبيشوف ناس كتير, فبيعمل زي فارس رحومه. بياخد من هنا, بياخد من هنا, بياخد من هنا, بياخد من هنا. بس مش هيبقى ده, مش هتقع في بنسميها النمطيه, جايز ما توصلك شويه النمطيه اللي هو الادوار المتشابهه. انا يعني مش عايز كده, مش هتقع في ده. يعني نجيب واحد بيتكلم عربي مكسر و عايز يعمل دور واحد صعيدي ازاي دي, انا مش عارف. انا نفسي اعمل زي احمد زكي كده, دور واحد صعيدي كده. هو ده الواجب, ده مطلوب مني دلوقتي. ده مطلوب, وانا ان شاء الله رب يعني الناس هتساعدني, وبالذات الفانس. يعني انا عايز اشكر الفانس, يعني عايز اشكركم والله, بيشجعوني ان انا اجي اكتر هنا واتعلم عربي احسن. بس بالنسبه للدور, واحنا بنمثل الدور دلوقتي اللي لعنه كارما محتاجه عمر هدايه يكون بالشخصيه دي. ده انا شايفه ان عبير سليمان جابت من الاخر, والحمد لله خدت شويه مني. واستاذ خيري بشاره برضو وقف, والشخصيه اللبس وازاي بيتعامل مع الناس, وان هو بيتكلم الماني وانجليزي وعربي مكسر, بس بيحاول يعني ما يتكعبلش قوي. بس كويس انك بتقول لي ان انتوا تقعدوا كده الكاتبة والمخرج, وممكن يعدلوا حاجات انت تقترحها, وفي نقاش يعني. مفيش اي حاجة فنية في التلفزيون ولا في السينما بتتعمل لوحدك. انا عايز اشكر التيم. عملوا التيم كامل. ليه؟ عشان انا دلوقتي عمر هدايه مش هيعرف مثلا يعمل الدور ده لو ما فيش مكياج, لو ما فيش مش عارف اسيستنت زي استاذ ماجد, لو ما فيش زي ناس بتشتغل حواليا زي رماح مدير الايجنسي بتاعنا, لو ما فيش هيفا وهبي بتاخدني وبتقول لي خد بص افهم الكلمه دي معناها مش عارف, لو ما فيش واحد بيساعدني زي استاذ ماندو بيكتب معايا السيناريو, لو ما فيش انتاج بيحاول يساعدنا حتى لو مهما الموضوع صعب, لو ما فيش مش عارف يعني مدير تصوير. تيم ورك هو يعني هي مجموعه. فانا عايز اشكر الناس دي عشان من غيرهم ولا المسلسل ده ولا اي مسلسل في الدنيا دي كان هيتعمل. طيب فارس يعني شويه ما بتفكرش تقول لما اقعد بقى في مصر, ولا بمعنى انه اذا في بدايه مهمه زي دي طويله يعني, لانه المسلسل بيقعد مع الناس 30 حلقه يعني, ما بتقولش بقى لما اقعد في مصر, ولا هتبقى بين مصر والنمسا او مصر واوروبا يعني؟ انا شكلي كده هعمل زي عمر هدايه. زي مين؟ عمر هدايه الشخصيه بتاعته. الشخصيه هسافر هنا وهناك, وطبعا هفضي يعني وقتي اكتر هنا, عشان زي ما قلت حضرتك استاذ وائل, انا دلوقتي مطلوب, انا بطلب من نفسي ان انا اتكلم عربي احسن عشان اعرف امثل ادوار تانية. صح طبعا. بس فانت عايز تقعد تحتك شويه, لانك ممكن تؤدي. اجيب بقى ديش اتفرج على دريم والكلام ده كله. طبعا تقعد تشوف العاشره كده, تشوف فيها جثث ونعوش واكفان ومشاكل وازمات في كل محافظات مصر لما هتيأس من حياتك ان شاء الله. وهتقول ايه اللي جابني يعني. نشيل الليله ولا ليلتين بقى ولا ثلاثه. استاذه فيروز بعتالي اكثر ما اخشاه, يعني هي بتقول لي انها كانت بتعتقد انه الاثنين لوحتان, يعني لوحتان, يعني شكل هيفاء وهبي وفارس, يعني كانت خايفه, لكن اكتشفت بعد كده ان انتوا الاتنين تمثيلكوا كويس.
الحمد لله. خدت انطباع في البداية ان احنا امام يعني ممثلة، هي كاتبة شمعية، شمع يعني، وممثل شمعي يعني شكل، لكن بعد كده اكتشفت انهم الاثنين لما قعدت اشوف المسلسل بيمثلوا كويس جدا في المسلسل ده. انا عايز اشكرها، وطبعا الموضوع سهل بالنسبة لي عشان انا قدامي واحدة فنانة يعني نورة يعني. انا يعني هيفاء وهبي انت شفتها فنانة كويس، لان في ناس بتشوفها شكل مش اداء. طبعا الشكل ده يعني الجمال، بس هي جميلة من جواها. فانا وفنانة من الاخر يعني، هي بتمثل معايا وبتساعدني، بتشجعني، بتشدني صح؟ بتدي يعني بتدي له الفرصة ان هو بتشجعك وبتحمسك يعني. هي بتكبرني يعني، وده حلو. ومش من الاخر مش طبيعي في الشغلانه بتاعتنا دي، في برضو مش، وده ما حصلش ابدا، بس احنا مش هنكذب على بعض، في شك يعني في اي بيزنس، في اي كلام. بس الحلو ان انا حسيت ان انا دخلت تيم، كل التيم عايز ايه، يعمل احسن حاجه. الضغط عالي، احنا بنصور في رمضان حضرتك عارف كده اكيد. الضغط عالي جدا علينا كلنا، فبنقف جنب بعض ونحب نخلص. وطبعا هيفاء وهبي بالتمثيل وبشخصيتها عملت واجب جامد قوي معايا. طيب فارس، بتعيش قصه حب او عشت كم قصه حب يعني؟ هو بدي لك مساحاتها، وهل الحب مهم للفنان ولا ممكن يشدوا للخلف يعني؟ قول انت. انا شايف الحب زي مصر يعني، واحد داخل ابيض تمام، وماشي على ارض ايه، اسود، ارض بتاعت الشرقيه دي اسود يعني، معناها في حم يعني، في ارض السوداء. ارض السوداء، بس لما يبص يعني فوق، يطلع فوق بقى ويحلم بقى، يشوف الاحمر الحب. انا بالنسبه لي اللون الاحمر الحب، فانا شايف العلامه تمام. انا جاي ابيض، مش فاهم اي حاجه في الدنيا دي، ماشي على ارض يعني في حاجات بتطلع، حاجات حلوه بقى وبتاع، احنا فلاحين بنشتغل في الارض. فالحب طبعا اهم حاجه عشان تعرف تعمل اي حاجه في الدنيا دي. الحب اهم حاجه طبعا، اهم حاجه الحب للشغل، الحب للعيله، الحب لكن ان انا اجي عندك، انا بحب اجي هنا يعني. الله يخليك، مع انك قالوا لي ان انت كنت قلقان جدا، فارس كان قلقان، قالوا له انه ده انت شايفني قلقان، برنامج يعمل لك مش يعني بيعمل مطبات. لا صدقني مفيش مطبات، وشايف لا في مطبات في الطريق، بس احنا بناخدها على مهلنا، بيقول لك على مهلك عشان احنا مستعجلين صح. بس اتعاملت مع بقى انك انت مصري جاي من الشرقية، فخايف عليه من مش خوف، مجتمع مش خوف. أوروبي ممكن يخطف هويته يعني، يخطف شخصيته. لا هو من البداية يعني منجذب للغة بتاعتنا، للحياة بتاعتنا، عشان كده تلاقيه معتز بمصريته أكتر. يعني في أي حديث تلفزيوني يقول لك أنا من فؤوس الشرقية، والناس عارفة فؤوس الشرقية دي منين، لكن بيذكرها سواء في ألمانيا أو في النمسا سواء هنا في مصر. هنا في مصر لما يقول فؤوس شرقية يعرفوا شرقية، لكن مين فؤوس دي؟ تلاقيه دائما يذكرها يعني، عنده حب وفؤوس يعني مركز من المراكز المهمة في الشرقية يعني. احمد زكي روجينا انت واضح احمد زكي بالنسبة لك مثل اعلى. انا قلتها قبل كده طبعا. انا كنت بحب اتفرج عليه يعني، عامل ادوار حتى مهما ما كانش في عربي افهم هو بيقول ايه، عشان بيمثل واحد بواب. وانا فعلا انا قلتها انت وعدتني كده، انا فعلا في دور مش عارف، معلش انا نسيت اسم الفيلم، بس هو عمل دور واحد بواب، واحد فلاح البيل بواب. البواب اسمه البواب. هو عظمه احمد زكي في التنوع، غير عامل السادات نفسه يعني، عامل السادات وعبد الناصر احمد زكي يعني الله يرحمه، زي ممثلين كتير قوي، بس يعني هو من بلدنا يعني، فطبعا فارس هسألك سؤال اخير، والحقيقه ليه يعني اخير عرفت المشاهد المصري بيك
استاذ نبيل، يعني هناخد منك كلمه كمان اخيره. انت شايف انه فارس بالاداء الاخير في المسلسل هيكمل في الفن في مصر، ولا يعني تاني هترجعوا اوروبا هو في الحقيقه وتنسى شويه في الحقيقه مصر؟ لانك انت قلت لي انا اللي كنت باخد واقدم له مع المنتجين وتعبت يعني. لما تيجي للجد يعني، واكون بقولها يمكن هو ما يعرفش حاجه زي كده، ان انا جالي من معجبين، من مخرجين مصريين، مخرجين مصريين ومنتجين مصريين، كلهم بيعملوا لي تليفونات يقولوا لي احنا متابعين للمسلسل ومبهورين بفارس. لو عايز اقول لك اسامي اقول لك اسامي كمان. لا اتفضل. يعني بعد ما بلاش يعني انت لا، ما انت قلت الكلمه، انت بتحب تقول لي كلمه كده مكتوبه. صح. يعني المهم ان هو معجبين مخرجين وفنانين. يعني فنانين ومخرجين قالوا لك ان شاء الله خير. يعني اداؤه كويس، كلهم مبهورين بأداءه. هو فارس كام سنه ولا بيقولش سنه؟ ما بيقولش سنه. مش عايزين نكبر بابا، مفيش فيها مشكله. انا مواليد 63 وافتخر، يعني مش مشكله يعني. لا اي واحد عايز يعرف هيعرف. طبعا انا ممكن اقول حاجه. اتفضل. انا سعيد جدا ان عرفت اجي هنا، وعايز اقول حاجه، ان انا اللي بيشجعني فعلا الرد والفيدباك، معلش الكلمه الانجليزي. لا مش مشكله، اللي انا حسيت ردود فعل كويسه من من الفانز ومن انا عايز اشكركم فعلا. ده بيشجعني يعني بيخليني يعني مش عارف اقول لكم، يعني بحبكم كلكم من الاخر. انا غير التيم وغير الناس كلها اللي اشتغلت معانا في المسلسل، الرد والفيدباك كان فوق المتوقع. فانا ان شاء الله عايز اتكلم. وبتقول للناس بوضوح، انا ما بعتمدش على شكلي ولا هكرر الادوار، يعني لان البعض هيعتقد كده يعني. نص دقيقه، انا الفيلم اللي عملته مع اصحابي دي ماي جرامبيز بيتكلم بالظبط على الموضوع ده. ايه اللي بيحصل لو اي واحد بيقول بيشوف شكلك وبيقول انا هحطك في المكان ده ومش هتطلع منه تاني؟ يعني الفيلم بتاعنا بيتكلم، دي ماي جرامبيز بيتكلم ان واحد فارس رحومه اسمه بني، ابوه مصري معرفوش، بس لما هو عايز يمثل بيمثل تاجر مخدرات، سواء تاكس، مش عارف ايه، عايز يمثل دور واحد نمساوي، بس عشان شعره اسود وعشان شكله مصري مش هيمثل دور واحد نمساوي. فهو بيضحك على واحده مخرجه اللي عايزه تعمل فيلم دوكيومنتري عن منطقه فيها اجانب كتير قوي في النمسا، وعايزه تجيب بقى ايه الكلام ده تاجر مخدرات، دي مش عارف شغاله كده وده كده والمشاكل، وعايزه تجيب ده في التلفزيون زي البرنامج فينا زي كده. عشان يقولوا بقى احنا عندنا مشكله واحنا مش هنكذب على بعض، اوروبا والباقي البلاد التانيه ممكن يكونوا شايفين العرب والمصريين بشكل مختلف زي ما انا شفته، زي ما انا حاسس بيه، زي ما انا بحبه. فاحنا قلنا هنكتب فيلم ده ونخلي الراجل ده يضحك على هو فيلم كوميدي طبعا، هو فيلم كوميدي، ما لازم توصل رساله بالفيلم. هنوصل، هو هيوصل المخرجه دي شكل تاني خالص، هو مش عارف اساسا الصعيدين بيعملوا ايه في الشارع، اللي مش فاهمين، اللي بيتاجروا ومش عارفين، فهو بيوصل صوره غلطه للمخرجة، هي بتوصل الصورة دي للمشاهدين. ولازم يجيبوا حد يعلمهم، وده بيضحك عليهم برضو، يجيبوا واحد من الشارع يعلمه عشان هو مش صايع. الفيلم ده اخذ جائزة افضل فيلم في امريكا من ناشفيل فيلم فيستيفال. المانيا ماكس اوبولوس برضو افضل فيلم. النمسا برضو افضل فيلم، اكتر من مهرجان عالمي واخد افضل فيلم، وطبعا فارس عامل دور. واجمل حاجه اللي احنا عملناه اخواتي كريم رحومه مثل معانا، برضو مثل معانا في لعنة كرمه. انتوا عائلي بقى، شويبس عائلي. اخويا عامل مزيكا طارق رحومه عادي يلا. انا كاتبه مع اصحابي اعرفه من 36 سنه، الكسندر بيتروفيتش وامان تيرياهي، ساشا بيتروفيتش الكسندر بيتروفيتش، وانا واخدين البطوله كاتبين السيناريو مع بعض. فانا لما بقى واحد بياخد جايزه، انا ماليش كان دور. لا انت طبعا، طيب يعني انت دور كبير. فاحنا لما خدنا الجايزه انت بتقف جنب صاحبك اخوك والدك، مش بتقف جنب كوميك. والدتك النمساويه بتعرف تتابعك وهي لا تجيد العربيه في المسلسل؟ تتكلم عربي احسن من حضرتك. تتكلم عربي فعلا؟ وبتناقش. كان لازم تجيبها معانا، موجوده هنا ولا في النمسا؟ هي في النمسا.
بس هجيبها لك مرة الجاية ان شاء الله. لو عرفت يعني لو هتعزمنا تاني. لا لا نعزمك تاني ده يسعدني جدا يا فارس والله. وانت وانا اسعد والله يعني يستر. نموذج لشاب مصري معتز بمصريته ومصمم على النجاح وحاطط لنفسه يعني روشتة مش الاعتماد على الشكل وكمان مش الاعتماد على والدك يعني لانه والدك بدأ في ده لكن واضح كمان انك بتحترمه جدا وبتحبه جدا واضح انه يعني اسره متالفه ومتماسكه يعني انتوا نموذج لاسره ناجحه يعني. احنا بنحب البلد دي وبنحب الحياه وبنحب الفن وانا مبسوط جدا ان والدي ووالدتي كانوا بيحبنا للدرجه ان احنا عرفنا نحقق الحلم بتاعنا. وكنت دايما مهموم بمصر بتتابع الاحداث فيها ما انفصلتش عنها ابدا يعني لازم تتابع كل اللي بيحصل في مصر طول السنين اللي فاتت يعني. هي مصر ام الدنيا من الاخر يعني. طلعت نزلت هي ام الدنيا. هي ام الدنيا. والله انا سعيد جدا باسره مصريه عاشت في النمسا وعندهم الحماس الشديد في الدفاع عن مصر في التعبير عن مصر بشكل كويس في النجاح كمان وان شاء الله يا فارس تنجح داخل مصر وخارج مصر دايما يعني ان شاء الله ودايما عندك بقى ان شاء الله خبيت العالي عندك نذكر السفير المصري في النمسا عمل له كرمه قام بتكريمه يعني قام بتكريمه طبعا هو مدير مركز الثقافي الدكتور عمرو التريبي فرحانين بيه يعني بيعتبروه ان هو انت عارف ان فارس مذيع كمان في التلفزيون النمساوي انت مذيع في التلفزيون النمساوي بتعمل برنامج يعني. بس برنامج انترتينمنت فني ولا سياسي ولا انا بحاول اعمل زيك بس لسه شو. فارس منشن يا جماعه داخل على واضح انه عايز طامع في العاشره انك تقدم هذا البرنامج يعني ان شاء الله ان شاء الله تكون ناجحا دايما وتكون بدايات طيبه اللي عاجبني في العيله دي طلع من الشرقيه الى النمسا وعندهم طموح شديد وبيساعدوا بعض كاخوات وكاب وكام وفارس تحديدا كمان يعني عنده طموح وعاوز ينجح جوه مصر وخارج مصر فالحقيقه كلامه مفيد جدا حتى لكل الشباب انهم ممكن يستفيدوا من التصميم على النجاح. بعد الفاصل انا بشكر الاستاذ نبيل وبشكر فارس تاني وكل سنه وانتم طيبين وانت طيب. وبعد الفاصل هنكمل معاكم تاني هنشوف عقوبة الغش في الامتحان الحبس حبس الطلاب عاملة جدل شديد ما بين مؤيد ومحتج مؤيد بيقول لازم حتى نقضي على الغش ومحتج بيقول هنضيع ليه مستقبل الطلبة طيب ما هو حرمانه من المادة وفي عقوبات تانية لكن الحبس كمان نضيع مستقبله بهذا الشكل بعد الفاصل. خلينا نحييكم من جديد أتمنى مشاركة العائلات معنا في هذه القضية أولياء أمور كانوا بيكلمونا طيلة الأيام الماضية بعض الطلبة كانوا أيضا يحدثوننا صحيح الناس بتتكلم على أنه الغش في منتهى الخطورة أولا بيؤدي إلى إلغاء أهم قاعدة في الحياة وهي قاعدة التكافؤ والعدالة وتساوي الفرص إهدار المجهود والتعب يعني هنقعد نقول من جد وجد خلاص هتسقط إذا أشعنا الغش يعني وأيدناه الجميع مع مقاومة الغش مع مواجهة الغش مع محاربة الغش خاصة كمان أنه مع امتحانات الثانوية العامة عشنا ده كثيرا يعني يتحول الغش إلى منظومة حياة حتى بتلاقوا العائلات تمسك ميكروفونات وتنادي اكتب السؤال الأول ويعتلي البعض أسطح المنازل وينادي على الطلبة وفي وسائل مختلفة للغش بقى داخل اللجان ده خارج اللجان لا داخل اللجان كمان في وسائل مختلفة تعتمد أحيانا على التكنولوجيا أو على الوسائل التقليدية العادية يعني نعم لمواجهة الغش لكن في خلاف حول حبس الطالب في الغش يعني الحبس يقترن في أذهان الناس بأنه بيضيع مستقبله هنناقش القضية معاكم هل الردع يقتضي ذلك عشان أقضي أستأصل هذه الظاهرة نعم لحبس الطلاب في حالة الغش ولا لا معايا داخل الاستوديو
استاذ عبد الفتاح محمد عضو مجلس النواب. استاذ عبد الفتاح اهلا بيك. اهلا بسيادتك يا وائل بيه. دكتور حسن شحاته الخبير التربوي اهلا بيك يا دكتور. اهلا يا فندم. معنا كمان الاستاذ محمد سيد المحامي الحقوقي. استاذ محمد اهلا بيك. اهلا بيك. جانب الاخر استاذ عاطف مخليف عضو مجلس النواب اهلا بيك استاذ عاطف. اهلا بيك يا استاذ وائل. استاذ محمد هريدي مدرس ثانويه عامه. استاذ محمد اهلا بيك. اهلا بحضرتك استاذ وائل. من اولياء الامور تمثلهم الاستاذه منى طنطاوي. استاذه منى اهلا بيك. اهلا وسهلا استاذ وائل. استاذ حسن كخبير تربوي ايه الفلسفه انه يبقى فيه حبس في الغش؟ هو طبعا لابد الاول ان احنا نهنئ 659 الف بيت مصري هيبداوا بكره الامتحانات ان شاء الله، وانا متاكد ان كلهم ان شاء الله ناجحين ومتفوقين ويكونوا اسر سعيده ان شاء الله مع بدايه ولايه جديده للسيد الرئيس. هو طبيعه الامتحان بهذا النظام العقيم اللي المفروض يتغير هي قايمه على النقل، ان انا بسترجع معلم يلقن متعلم يحفظ امتحان يسترجع. ده مثلث التخلف. مثلث التخلف ده قايم على الغش، ان انا بغش بقول الافكار اللي قريتها ووضعتها في الامتحان، لا راي ولا تفسير ولا تعليل ولا ابداء راي ولا مناقشه ولا مقارنه ولا حوار ولا تمييز. مفيش قدرات عقليه عليا، القدرات كلها قدرات استرجاع، قدره تذكر وقدره فهم. وما تصلش لمرحلة التطبيق ولا التحليل ولا التركيب ولا التقويم. إذن في هذا الإطار يعني الطلبة استفادوا بأن ما دام أنت أصلاً بتديني مادة معينة وموجودة، الامتحان موجود في نماذج الامتحانات الآن اللي الوزارة حطتها. الوزارة وضعت نماذج وقالت الامتحان واللي حطوا الامتحانات دي هم اللي حطوا النماذج دي عشان أولياء الأمور يستريحوا. اللي حطوا النماذج هم اللي حطوا الامتحانات. فالعمليه مش محتاجه فلسفه ولا مش محتاجه تفكير، لكن القضيه قضيه ايه؟ قضيه ان المشرع اراد ان يحقق العداله الاجتماعيه. تحقيق العداله الاجتماعيه لابد ان يقسو، فقاسها ليزدجروا، ومن يكن حازما فليقسو احيانا على من يرحمه. فلابد من القسوه دي. هو صحيح في تغليظ العقوبه، في قسوه في العقوبه، لكن انا مع كاستاذ تربيه بقالي 50 سنه انا مع هذا النظام حتى ينزجر ويخاف ويعمل الف حساب لمن يريد ان يبني حياته على الغش منذ البدايه، ومن يريد ان مصر اللي احنا بنبنيها النهارده مش محتاجه الغشاشين، محتاجه لناس بيبذلوا جهد زي نموذج فارس اللي سيادتك عرضته ده، نموذج مشرف، نموذج محترم، بيبني نفسه بنفسه. احنا لابد ان احنا نبني ابنائنا على انهم يعلموا ذاتهم بنفسهم، على انهم يبنوا مستقبلهم بنفسهم، على انهم يكون لهم راي ورؤيه، على انهم التعليم عمليه تغيير، اغير شخصيتي واغير فكري واغير بلدي واغير واشارك وناقش وحاول وبالتالي هنا عشان تقضي على هذه الظاهره وتستأصلها انت شايف موافق على الحبس على التشدد تشدد وانا مع التشدد. طيب استاذه منى عايز ابدا بيكي كأم يعني ووليد ام هنا ما هو الغش البعض هيقول عشان استأصله احبس الطلاب، ليه انتوا متخوفين من ده؟ اكيد يعني انا عشان يبقى طالب مثلا المفروض الحياه قدامه او مستقبله موجود ان هو غلط المفروض يتعاقب على الغلط الخطا اللي اخطاه دوت بحرمانه مثلا من الماده، انما حبس يعني واضيع مستقبله خالص دي برضو متعبه نفسيا للتلميذ للطالب ولي الامر. يعني انت شايفه انه كفايه عقوبه كان في حرمان من الماده او من السنه، ممكن من السنه اكملها عشان يبقى عقاب لي مثلا ان هو الطلبه زمايله مثلا دخلوا مرحله. طب ما هي دي عقوبه يا استاذ حسن. لا دي عقوبه، دي العقوبه دي ادت الى اللي هو تسريب الاسئله ونشرها على الانترنت. ما جابتش جدوى، ما كانش ليها جدوى. فالمشرع اما قال القانون ده وغلظه على اساس يستأصل هذه الظاهره، وفعلا السنه اللي فاتت كانت يعني انا بشكر الدكتور حجازي ان قام بهذا الجهد الجبار الكبير في الثانويه العامه وما زال يقوم هو وزملائه في الوزاره. والسنه اللي فاتت اثبتت نجاح هذه المقوله، نجح على اساسها الامتحان، الغش امتنع، الناس التزمت وبقت كلها في. يا ريت يبقى في تغليظ العقوبه في كل نواحي الحياه، يا ريت.
استاذ عاطف، ليه بقى انت ضد تغليظ العقوبه؟ يعني بقول لك ده يا ريت نغلظ العقوبات دائما علشان نقضي على الغش. الحقيقه طبعا المفترض الاول يعني نشوف قراءه واضحه للمواد بتاعت القانون. كان عندنا القانون 101 لسنه 2015 تعدل، قانون 73 لسنه 2017. الكلام كله بيدور في مضمون مشكله العقوبه، العقوبه في الغش والعقوبه في تسريب الامتحانات. دي ليها عقوبه ودي ليها عقوبه، عشان نبقى واضحين. بس انا بعاقب الطالب اثناء تاديه الامتحان داخل اللجنه بتاعته لو غش، بعاقبه بالاتي، ده نص الماده، ان انا بحرمه من الترم اللي هو فيه والترم الذي يليه، يعني بحرمه من السنه الاجمالي. ان انا بحرمه من السنه دي العقوبه اللي هتتوقع على الطالب، عشان يبقى عشان لما نيجي نناقش يبقى المضمون بتاعنا ماشي في اطار ايجابي. زي ما حسن بيه كده بيتكلم، احنا يا جماعه احنا متخلفين عصور في التعليم. التعليم يعني في بعض الدول، حتى عندنا كان في كليه الهندسه في بعض المواد اوبن بوك، خد الكتاب وحاول تجاوب. لا ده جميل، اوبن بوك اكزام ده قمه. فاكر الكلام ده؟ لا دي مش يعني احنا امتى هنوصل لان احنا خد الكتاب معاك وتفضل. ده فكر جديد. وتفضل فكرك فين؟ الاسئله بقى تقول لك فكرك فين؟ يعني يبقى معاك الكتاب فيه. ولو ما عندكش الفكره مش هتقدر تجاوب. اللي احنا عاوزينه عشان ما نقعدش ندور في حلقه مفرغه. نيجي بقى للجزء الثاني من العقوبات في الغش. في الترويج بقى، ان انا اسرب امتحان، ان انا عندي مطبعه بطبع مثلا، او عامل في مطبعه سربت امتحان، او ان انا مدرس او مش عارف ايه سربت امتحان داخل اللجنه نفسها، سربت اجابه نموذجيه داخل دي بقى للعقوبه قاسيه فيها، اللي هي من سنتين، هي من 7 سنين، من سنتين لسبع سنوات، وعقوبة مادية 100,000. يمكن ال 100,000 دي قليلة جدا، يعني القصة فيها ازدواجية في المعايير. بمعنى ان انا العقوبة اللي هي عقوبة الحبس من سنتين لسبعة، اوكي ماشي، انا شايف ان هي واسعة قوي، ان هي المفترض من 6 شهور لسنة. العقوبة المادية قليلة قوي، لان انا ممكن يكون انا عامل في مطبعة اصر بامتحان ثانوية عامة من خلاله اقدر اكتسب اموال مثلا 2 مليون او 3 مليون لو قدمتهم مثلا 50 60 طالب. بعد انتهت بلاش عامل مطبعه، بلاش عامل مطبعه، الامتحانات طبع الان في جهات سياديه، مدرس والدكتور رضا حجازي قال رئيس حتى لجنة. الناس المتوليه مش هتخرج من رئيس لجنه، يعني مش هتخرج من المكان لغايه انتهاء الامتحانات. مدير مدرسه جاله الامتحان بالليل ووزعه، حد شغال عامل على المطبعه في الجهه السياديه دي، عامل عسكري ده ممكن يسربه بدون اموال، بدون يعني بيجامل، يعني وهو بيجامل ممكن يضيع حياه. التعليم ده حياه، هنرتقي من خلاله، من غير التعليم هنقعد كده محلك سر. مستقبل. طب انت ليه ضد الحبس للطالب ده؟ في عقوبات تصل ل7 سنوات يعني. ما احنا برضو احنا عايزين نوصل للمشاهد استاذ وائل، هو كده مش ضد الحبس، مش للطالب. مش الحبس مش للطالب، المده نفسها طويله. العقوبه بتاعت الحبس من سنتين لسبعه انا شايفها كتير، انا بقول من 6 شهور لسنه، وتبقى العقوبه الماديه مغلظه من 100,000 لحد 2 مليون. يعني تبقى العقوبه الماديه كتيره، لان هو عمل كده ليه؟ اللي هو اشتغل في مطبعه، اللي هو مثلا مدير مدرسه وجاله الامتحان بالليل سربه، اللي هو شافه بطريقه او باخرى وسربه، سرب الامتحان كده. مش هيبقى في عداله، مش هيبقى في تكافؤ، هيبقى في كمان اهدار للحياه العلميه في البلد بتاعتك، مستويات. يبقى انت كده المفترض العقوبه بتاعتك الماديه، انت عملت كده ليه؟ انت عملت كده عشان بس هنا مقابل للطالب، كل من يذيع او يطبع او ينشر حبسه وغرام. يعني دي بيدخل فيها الطالب ايضا، يعني ما هو لو الطالب لو احنا بنتكلم على الطالب لو غش اثناء اللجنه، انما الطالب لو تعدى عمليه الغش ونشر من حقه يتحبس. بس هو دي مستحيله تحصل. الماده نفسها مستحيله تحصل. انا عشان اذيع واعمل وكده لازم اكون بره، انا جوه اللجنه، انا طالب بامتحن جوه اللجنة. وهي دي الفلسفه بتاعتها. انت دي فلسفه ازاي لو انت استخدمت؟ كان معانا الدكتور هقول لحضرتك اشرح لك واقع في حلقه من اسبوع، وقال القواعد، قال لو دخلت بالمحمول ولو مقفول في عقوبه، لو مقفول وفي عقوبه، لو انت فتحته واستخدمته ما انا الغي خالص. انا الغي الدخول بيه. انا اقول لحضرتك هم يقصدوا ايه في الماده دي. انا طالب داخل بامتحن ماده،
سي كيمياء او فيزياء او اي حاجه، امتحنت وايه وانا مثلا ممكن انزل في الماده دي او انا شاطر فيها وجاوبت وطلعت بره، بدات انشر عن طريق عن طريق ميكروفون عن طريق ورق بدخله، لازم يتحبس. بيتعامل مش معامله الطالب، طيب. معامله اللي سرب. طيب استاذ عبد الفتاح، هنا انت شايف انما الطالب اللي شغال مهم في ده ولا هيكون قاسي؟ يعني خلينا نتفق ان احنا عمالين من زمان قوي نقول التعليم الفساد الغش وغيره من الفساد اللي موجود للاسف الشديد حتى الان في كتير من مؤسسات الدوله، منها العمليات التعليميه. يا نضرب بيد من حديد عشان نوقف الفساد ده، اذا كان فساد معلم او فساد طالب او فساد مطبعه او غيره. المشرع لما جاء يعني يحط ماده العقوبات، هو بص ان هو عايز يقضي على الفساد، لان الطالب لو غش وهو طالب لما يتعين في وظيفه يا هيبقى حرامي يا هيبقى مرتشي يا هيبقى بص يبقى بينشر الفساد. فبالتالي انا بقول يعني هيبقى دستور يا وائل بيه. بس يعني انت بتتكلم في مجتمع حول الغش في الامتحانات الى حق، لا ده لا ده بقى حق فعلا جزء من الامتحانات الشديد. يعني لا 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 شوفوا بعدين هتيجي تقول لي انت هتقضي على مستقبل الطالب، مين هو اللي هيقضي عليه؟ الاسره. لا الاسره هي السبب ان علمته الغش. تمام. التعليم مش بس في المدرسه، البيت. التعليم في البيت في تمام. التربيه تمام. يعني اخلي ابني يعني يخاف من انه يغضب ربنا في كل حاجه، منها الغش في المدرسه. لما يجي هو ياخد حق طالب اجتهد زي ما سعادتك في المقدمه تحدثت، لا ده بقى ما فيش تكافؤ فرص. لا انا عايز ادي الطالب المجتهد ده المتفوق ده حقه. تمام. ما يتساواش مع واحد ما ذاكرش وما تعبش واهله بيناموا سايبينه في الشارع وبيقولوا غش، وبعدين بيساعدوه هما بيحضروا له بنفسه عشان يروح الامتحان بيساعدوه فعلا. فمن هنا يعني الزميل المحترم عاطف مخاليف اسمها برشام يعني طبعا يعني هو برشام ده يعني دواء يعني مع ماده مع الحبس، بس ما يكونش هو قال كده، ما يكونش سنتين لسبعة. لا يا فندم، انا النهارده عندي لما يبقى وزير بي 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 بيحاكم بسبب رشوه، هو اصلا كان بيغش في المدرسه تمام. كان بيغش في الجامعه، الوزير ده كان كده، كان وزير خشاك، ده ياخد اعدام يا فندم. صح، ده ياخد اعدام لان ده بيفسد مجتمع. احنا نعدم طالب بيغش؟ لا انا بقول لك شوف يا فندم، انا بتكلم قياسا لما يعني يوصل لا لدرجه لا وزير ويبقى بياخد رشوه. لا يا فندم، لا المجتمع. ده يعدم لان ده بيفسد المجتمع كله طبعا. طيب استاذ محمد كمدرس بقى، انت ليه ضد ال قمع الطلاب بهذا الشكل حتى لو اخطاوا بالغش، فعايز عقوبات ما تدمرش مستقبلهم يعني؟ الاول هبدا بالسؤال ربنا يحفظك. ايه الفرق بين الطالب والمجرم لما انا سويت الاثنين ببعض؟ الطالب الفاسد طالب الفاسد، في طلبه محترمين طالب الفاسد، طالب الفاسد فاسد طالب الفاسد، طالب بدا واشتغل وتعب وليه امره طالب الفاسد صرف عليه. معلش خلينا نحط الطالب الفاسد، ما نعممش حضرتك اسمعني بس، طالب تعب واجتهد. طالب الفاسد هكمل بس كلامي، اديله فرصه بس اكمل كلامي بس. طالب اجتهد تعب اشتغل بذل مجهود طول السنه على جميع المواد، دخل يمتحن، هو ما بيغشش، هو غصب عنه مثلا طلب حاجه من زميله، المراقب اللي واقف خد باله ان هو بيغش منه، لا لا فتحولت لمحضر غش. ادي نقطه بس، لا لا. طب حضرتك اسمعني، ادي نقطه، انا عرفت ان هو غش واحد ماشي، انا مع حضرتك بس في التجربه يعني في وقت الامتحان هيقول له ما لو عايز مثلا منه مسطره ولا في جزئيه بس نسينا، واحد بيدخل بيروح الامتحان في جزئيه برضه نسينا، وبعدين خلاص مع النظام البوكس استاذ وائل في جزئيه نسينا، مفيش مصادر في طالب مصر، خلاص طالب مصر حياته كلها متوقفه على سنه تمام كده، اللي هي سنه ثانويه عامه، دخل الامتحان هو اوريدي عنده رهبه، عنده مشكله، خايف هيعمل ايه، متوتر، احنا المفروض نبقى جنبه مش ضده. هو الطالب ما غشش، مين اللي قال الطالب غش؟ انا موافق جدا قلنا الغشاش يعني جنبه قلنا الغشاش، لا اوفر له مناخ يا استاذ وائل، الامتحان بتاع الثانويه العامه انا بذيعه على الهواء، انا ما قلتش غش، امتحان الثانويه العامه البوكس انا ما قلتش غش، لحظه امتحان الثانويه العامه يا استاذ اولياء الامور، امتحان الثانويه العامه في البوكلت
موجود في البوكلت. طب مع احترامي في التسع نماذج النماذج الموجوده بعيد عن الوزاره يعني. انت عاوزين ايه اكتر من كده؟ طب اقول لحضرتك حاجه، بياخد حته برشام معاه كده ياكد ان ردا بس على البوكلت. السنه اللي فاتت في ماده التاريخ مادتي نازل ثلاث نماذج استرشاديه، ولا نقطه منهم في امتحان اخر السنه. لا 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 بس الوزاره على السنه دي ولا نقطه. النماذج النماذج اولا توزيع عادل على فصول الكتاب. نمرة اثنين النماذج بتمثل التوزيع. كل نمول اسمعني بس شروط هذا الامتحان ان يكون الامتحان من داخل الكتاب المقارن، ان يوزع بالتساوي على جميع الفصول، ان يكون في جزء نظري وجزء تطبيقي، ان يرتبط بالاحداث الجاريه في مارس وابريل، ان يكون في جزء للتميز اللي هو قضيه فيها تركيب، وكل الاسئله مكرره ولذلك المدرسين الخصوصيين الكليشيهات هي كليشيهات العربيات، الاسئله معروفه اذاكر البوكلت بس. انت كمدرس اصل اذاكر النماذج بس يا زويل، في في في, في ثقافه منتشره اسمعني اللي هو ايه يعني، جعلت الغش جزءا من العمليه التعليميه، و يعني سوغوا للطلبه انه ده يعني حق نعمل طول السنه حق. اللي هو في ناس المجهود اللي بيبذله كلنا طول السنه، التعب والعرق والشقا والمجهود. وبعدين بقت الوسائل التكنولوجيا، احنا على ايامنا كان يربط حته ورقه باستك كده هنا وبتاع ويعمل كده خلاص. دلوقتي الكلام ده سواء مفيش الكلام ده والله. احنا بنتعب والطلبه دي بتبذل مجهود، واولياء امورهم بيتعبوا جدا، في مجهود بيبذل والله. وردا على الاستاذ حسن بيقول البوكلت، طب حضرتك انا السنه دي اذاكر البوكلت بس ما ارجعش اذاكر البوكلت؟ هو الكتاب لا مش كله. لو سمحت لي نماذج منه استاذ، لو سمحت لي انا بنحط شروط على الامتحان استاذ. نماذج منه والله لو سمحت لي ده ككل. يعني انت ضد الحبس طبعا استاذ محمد؟ سواء طالب مجرم العداله القانون اهو. يعني ك محامي يعني القضاء الواقف هنا، طب انتوا ليه شايف ان التشدد في عقوبه في عقوبه الغش الى حد الحبس افضل؟ اولا الامم بتقاس على امرين من حضارتها، التعليم والصحه. منظومه التعليم في مصر هنا فاسده، كلنا نعترف بكده. معنا حسن بيه هوت يقول بكده تمام 100%. احنا عاوزين نصلح. سيادة النائب بيقول ايه دلوقتي؟ ممكن مدير مدرسة يجيله الامتحان بالليل يسربه، ده مدير فاسد، ده مدير فاسد. واحد في مطبعة ما هو فاسد، ما هو ده لو كان حصل له عقاب وحصل له ردع من الاول مش هيعمل كده. مش هيعمل كده. النهاردة انا كطالب لما اكون بغش، انا الاستاذ بيقول لك لو ماشي يكلم زميله، ماشي انا ممكن اكون مذاكر وتعبان عدى عليا كلمه، ماشي لما اسال زميلي مش هيمليني سؤال، ان ممكن يقول لي السؤال ده بيقول على كذا، دي انا معاها اي يعني بيقول دي بيقول كذا ماشي. انما لما كنا اطلع بقى ورقه برشام زي ما بتقول كده، ها جايب معايا فيتامين زي ما بتقول برشام وعلاج وعلاج ها وبطلع وبغش، لا هنا تعالى بقى. لا ده دلوقتي هم موبايلات وسماعات، موبايلات وسماعات في سماعات جوه الاذن، واللي بيكتب على ايده سماعات جوه الاذن. مش والله ايه امال ايه بيخش في الموبايل؟ ما بيخشش في الموبايل حاليا. الحاجه ام الاختراع، كل حاجه انت هتعملها لاجهاض الغش هيعملوا لك حاجه ثانيه لاجهاضها. خلينا النهارده لما نربي الطالب على الغش من صغره كده ويتعود على الغش، بنعوده ان هو لما يبقى موظف يبقى مرتشي زي ما قال بالظبط، لما يبقى مش عارف وزير يبقى مرتشي، لما يبقى محافظ ودينا ولسه سامعين اللي مقبوض عليهم نائب محافظ. طيب هنحاول نشرك الناس معانا كده نشوف مداخلاتهم يعني. طيب يعني عشان نبقى بناخد حضرتك شايفه ليه طب هنواجه الغش ازاي؟ ما هي العقوبات القديمه دي موجوده ولكن استمر الغش غير رادع. طب احنا بنقول مثلا نضيع عليه السنه، الطالب يروح عليه السنه يشيل طيب السنه. إيه فاسد يا ستي، ما هو احنا هو القانون قال كده. طالب تعب، طالب تعب، هو القانون قال كده فعلا، تعب واجتهد كلنا معاه كلنا معاه والحق فاسد ومحدش يتعب اعصابه ولا واحد يتعب اعصابه ولا مراقب يتعب اعصابه. هو ده بيقول لحضرتك ان لازم نفرم المناخ اللازم. الطالب الفاسد طالب مستقبل لازم على سنه. ما انا بقول لك انا معاك ان هو لو نسي سؤال، لو نسي سؤال ماشي، لو سال صاحبه سيدي فاضل انا مش مع طالب يطلع كتاب يحل منه، انا مش مع ده، انا مش بقول على ده، انا بقول مع طالب سهوا داخل امتحان خايف رهبه مستقبلي درجه واحده توديني كليه وترجعني معها غش. انا ما قلتش غش يا استاذي سيد الفاضل، ما قلتش اطلع من خلينا نشرح للدكتور على واقعه الغش الاساسيه. اوكي انا قطعت على الغش فحسن، بس انا شايف عندك قسوه شديده على اللي بيغش وشايف انه لا رحمه. انا بقول لسيادتك بوضوح جدا، احنا بنبني مجتمع يا استاذ وائل، بنبني مجتمع. سياده المستشار، سياده المستشار دلوقتي الرئيس النهارده بيبدا ولايه تانية
كويس. الرئيس بيطور التعليم، بنصرف دلوقتي على منظومة التعليم الدكتور طارق شوقي بيطورها ليه؟ والرئيس وبندفع، الدولة بتدفع 2 مليار دولار ليه عشان تطوير التعليم وتلي الكتب المدرسية والكتب الخارجية والسناتر والمدروس الخصوصية اللي هي أدوات الغش دي كلها ليه؟ عشان يبقى طالب في البنك المعرفة في البوكلت اللي هو التابلت، بيتصل بنك المعرفة بيعلم نفسه بنفسه، بيعتمد على ذاته، لأن الرؤية الجديدة في التعليم تعلم ذاتي، الرؤية الجديدة في التعليم تعلم مستمر، مش الرؤية الجديدة في التعليم إن الكتاب هو المصدر الوحيد للمعرفة وإن أنا أنقل من الكتاب مثلث التخلف أنا له أن ينتهي، تلقين وحفظ واستظهار واسترجاع. الأولاد اللي بينجحوا في الثانوية العامة وبياخدوا الفول مارك دول متخلفين بدليل انهم بيسقطوا في اعدادي طب واعدادي هندسه واعدادي صيدله، بيسقطوا ليه؟ لانه نجح في الغش، تفوق ما غش بيحفظ، هو بيحفظ ده غش. نظام التعليم فاسد لابد ان احنا نطوره، ما ندافعش بقى عن بقايا هذا النظام المترهل الواقع اللي لا يصلح. احنا عاوزين انسان جديد. سيادتك كنت بتقول في ما بتعلق على خطاب السيد الرئيس، بتقول احنا عاوزين انسان جديد لمجتمع جديد. هو الرئيس النهارده الاهم اولويه طبعاً عنده طيب بناء الانسان. طيب انا اسمع انسان جديد في ضوء الغش ده، انا مع سياده المستشار وسياده النائب ان لابد بقاسه فقاسه ليزدجروا، ومن يكن حازما فليكسر. طيب احيانا على من يعقبه. استاذ عاطف، هو يعني شايفين ان التساهل يهد لك التعليم كله، يهد كل اللي انت عايزه في انك تعمل نظام تعليم جيد، وبالتالي لازم تقضي عليه بالاستئصال بهذا الشكل؟ الحقيقة لما يكون تربى عندي موروث ثقافي وتأسس وقعد سنوات طويلة 20 سنة 30 سنة زي ما انت عايز تقول قول، والعقوبة كانت عقوبة غير راضعة، لما اجي انا احط عقوبة عشان ارضع، هي يعني العقوبة الهدف منها ايه؟ ان انا ضر ولا ارضع؟ رادع الجريمة نفسها، رادع الجريمة نفسها، رادع الجريمة نفسها من العقوبة ذاتها. الأول أنا مش عايز أضر الطالب، أنا عايز أسس مجتمع صالح. طب ما الدكتور حسن بيقول لك طالب فاسد، أبدأ ما فيش حاجة اسمها طالب فاسد، مش كله. أنا برفض الكلمة دي، كلمة طالب فاسد دي أنا برفضها، انا برفض كل وجزء، كلمه ثقيله جدا جدا جدا. ولادنا كلهم طلاب، جزء من الجسم الانسان، ومش معنى طالب يا استاذ حسن. ما انا لما بتكلم هو ما انا قادر اغلش عليه يا استاذ حسن. ايه ده لما خلص كلامي ما ينفعش يقطع كلامي. بيبطل الزراع لانه فاسد، لا 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 المجتمع ده خلط، ده خلط للمعاني، ده خلط للمعاني، دولة جديدة، بلاد جديدة، كلامه خلاص نيجي في عصر ولاد جديد، ده خلط للمعاني، مفيش حاجة اسمها طالب فاسد. نقرر الغش، ندافع، ممكن اقول فيه طالب بليد، طالب غشاش. هو بيقول لك ده اشبه ب عضو فاسد في الجسد بتستقصده، ده خلط في المعاني. ازاي في طالب يعني غشاش اقدر اقول كده، في طالب بليد اقدر اقول كده، انما طالب فاسد هو فاسد في ايه؟ زي الرشوه بنسميها اكراميه. انت اسست يا استاذ وائل، ده انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، ده احنا اسسنا، ده احنا يا جماعه رافه. طب دي واحده اسمع الاستاذ، احنا لما نيجي نبني يا نبني صح يا اما نسيب الوضع زي ما هو عليه. احنا لما جينا نتكلم في القانون 101 لسنه 2015 على عقوبه الغش، على فكره اتحط بلغه فيها فقه عالي جدا، مفيش عقوبة على الطالب خالص، عقوبة حبسة مفيش على الطالب خالص، اقرا القانون كويس جدا. لا إذا أذاع لما أنا طالب. أيوة أنا دلوقتي ماسك موبايل وبعت الامتحان يا أستاذ وائل، أنا دلوقتي، أنت دلوقتي ماسك موبايل وبعت. إحنا عايزين نشوف الجريمة، نشوف الجريمة نفسها إمكانية حدوثها إيه. أنا دلوقتي وأنا داخل المفترض ما بخشش بالموبايل، ده المفترض، ده المفترض، ده لو مقفول وده اللي بيحصل. انت بتتكلم عن المفترض ولا ما يحدث؟ يا باشا واللي بيحصل، اللي بيحصل ده واقع، ما يحدث على ارض الواقع. خلينا واحده واحده، انا بتكلم على امال ليه الامتحانات كانت بتتسرب؟ احنا بنتكلم على فقه القانون، انا بقول لحضرتك الامتحانات كانت بتتسرب عن طريق يا اما مدير قالوا الامتحان بدري، وموبايلات ايضا، يا اما مطبعه، ده اللي حصل في الايام اللي فاتت دي كلها. انما طالب سرب امتحان، هو جاله منين الامتحان؟ الطالب بيسرب الامتحان المدرس. الطالب كان في وقائع السنه اللي فاتت، وفي مدرسين في الحمام. ايوه بيحط الموبايل في الحمام في مكان ما، كان في اكثر من وقعه يعني.
وفي ناس بتدخل بتتمكن بانها في واحد بيدخل بسبع مباريات بيمسك معاه سته ولا حاجه يعني مش الدرجات احنا عايزين نكون واقعيين. وفي السماعات اللي كلمنا عنها لما نيجي نتكلم عن ولاد العامل تحت لما نيجي نتكلم عن يا جماعه كده احنا كده قاعدين كده مش عارفين نوصل. كان معانا قالك بيزرعوا سماعات تحت الاذن بيعملها ايوه اللي هي صغيره جوه الودن من جوه ما فيهاش خالص ايوه ما فيهاش المنقبات كل ده له علاج. نتكلم بالراحه بس طيب الملابس التسويق خد الكلمه وانا مش عارف اتفضل احنا دلوقتي بنتكلم على المنظومه بتاعه التعليم ككل. المنظومه ككل منظومه فاشله تمام. طريقه التعليم اللي انت قلت الثالوث اللي هيودينا في داهيه ده ثالوث فاشل خالص. يبقى احنا ايه نبدا نشتغل في اطر متوازيه لاصلاح التعليم منها اطار تجديد العقوبه نعم. على اللي سرب مش على الطالب. انا بقى شددت العقوبه لا على الطالب دي قضيه لوحديها. احنا بنتكلم عن الغش نفسه. انت دلوقتي بتتكلم عن اللي سرب. احنا قضيتنا النهارده الطالب اللي بيغش يعني اولا يعني مفيش داعي للعواطف. لو احنا عايزين نصلح المجتمع ده الحل الوسط ده مؤلم جدا. طب مفيش داعي للعواطف ما يهمش اسالك يعني حينما يتعلق الامر بابنك او بنت هتكون بنفس التشدد لازم تفصل ما بين الطالب المجتهد المحترم اللي متربي اللي بيخاف ربنا عن الطالب الغشاش. احنا مع الطالب المحترم اللي بيذاكر وبيجتهد عشان يوصل لنتيجه كويسه ونحافظ على حاجه. اما اي طالب بيبدا حياته بالغش لا احنا مش معاه. ما ينفعش. خلينا واضحين يعني انت عايز تصلح المجتمع ده من اساسه. العمليات التعليميه احنا كلنا بنعاني منها. وبعدين ما تنساش يعني احنا بنتكلم على تسريب الامتحانات في بعض الاحيان والمطبعه وغيره. النهارده الحمد لله كل ده تم معالجته. النهارده انت كمان المدرس نفسه ما في مدرسين محترمين جدا وكلنا معاهم ايضا طبعا. انما في بعض المدرسين يهمهم الفلوس يعني كانوا هم اللي بيحضروا للطلبه ازاي يغشوا بيعلموهم ازاي بدل ما يعلموا ازاي يجتهد ويتعب ويذاكر لكن بيقول له ما تشيلش هم اخر السنه انا هديلك الورقه دي تخلصك المشكله. لو سمحت لي انا سمعتك انا هخلص الايه. انت سامعنا يا استاذ احمد. هو كمدرس انا قلت ايه احنا مش عايزين نتكلم. عايز ارد على الجمهور. لا خد بالك انا بتكلم. بص انا راجل بمثل الشعب كله. انا مدرس فخد بالك لازم احنا عشان نعالج. طب هسمعه وترد بعدين. علينا ان احنا نتكلم نشوف فين الوجع نعالجه. انما احنا هنفضل بقى انا هنختلف في ايه. لا أرد خلينا يا ابيض يا اسود يا استاذ العلاج لازم يكون علاج مناسب. الراجل ده خبير تربوي وراجل دكتور وراجل فاهم العمليات التعليميه 50 سنه وفاهم اكتر منه ومنك. تمام يا فندم. لما يجي يتحدث بالاسلوب ده العقوبات مالهاش دعوه بالتربويه. سيبك بقى ده مجال تاني. احنا اللي عملناها يا سياده النائب في القانون. احنا في البرلمان اللي عملناها شغلتنا. طيب يا استاذ محمد عشان بس الاصوات اللي علينا ان احنا لازم نفرق ما بين الطالب المجتهد والطالب اللي هو هاخد بس ايمن من اسالك في محمد هترد دلوقتي بس استاذ ايمن من مين يتفضل. نقول بقى الطالب القاتل. لا لا يا فندم قلنا الغشاش. استاذ ايمن اتفضل. لا لا مش للدرجه دي يعني. يا جماعه لو سمحت استاذ ايمن. مساء الخير يا استاذ. مساء الخير اتفضل. كل سنه وحضراتكم طيبين. كل سنه وانت طيب اتفضل. يا فندم احنا 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 دايما بنتكلم في حاجه معلش يعني اسف لللفظ وبنهرف كلام ملهوش لازمه. ليه؟ احنا بنتكلم على الغش معنى ان انا اسمح او اتسامح او اتهاون لطالب داخل الامتحان ثانويه عامه بيغش يبقى انا بساعد على ان الطالب ده اساسا هيطلع حد غشاش في كل مستوى ومناحي الحياه بتاعته. ليه اتهاون في كده؟ وفي طالب تاني هو اساسا بيقطع نفسه وحاطين يطلع على كتافه. ليه نتسامح في كده؟ سياده النائب اللي هو بيدافع بيقول لك مش عارف ايه. ليه اخلي الطالب يعني عقوبه الحبس للطالب؟ امال عاوز نعمل له ايه ان شاء الله؟ عاوز نعمل له ايه؟
الطالب ما يتحملش العقوبه، لازم تبقى متناسبه مع الجريمه. يعني ما ينفعش واحد قاتل اديله 10 سنين وواحد سرق اديله 10 سنين، ما ينفعش. لا 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 لا. العقوبه لازم تكون متناسبه مع ارتكاب الجريمه نفسها، نوع الجريمه نفسها. يا انت كده نوع الجريمه نفسها يا استاذ، ما بفسدش. ازاي ما بفسد؟ مجتمع تاسس فيه وبقى موروث ثقافي. ان انا حتى لو انا طالب مجتهد، ان انا حتى لو يا جماعه افهموا الواقع، الواقع بتاع المجتمع يا حسن بيه بيقول ايه؟ ان احنا كنا في مجتمع حتى لو طالب، حتى لو طالب، حتى لو طالب شاطر يقولوا ايه؟ خد معاك ورقه كده تذكرك يعني، حط العناوين. لا 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 انا عايز بص، انا بقول لك ده الواقع. اجي بقى لما اسس، اجي بقى لما اعالج كده دعوه صريحه. استنى بس، استنى بس، مش غش يا جماعه، افهموا الكلام، ما تاخدوش الكلام من اول ولا تقربوا الصلاه. احنا كده ولا تقربوا الصلاه دلوقتي. انا دلوقتي خلاص عايز اسس لمجتمع صالح، عايز اعمل منظومه للتعليم جديده. ابدا اعمل ايه؟ ابدا اعمل ايه؟ اكتر من ربنا. اعمل زي القانون يا استاذ. يا جماعه على فكره احنا بنبدأ في مالطا، الدنيا كلها حرام. القانون نفسه ما قالش الكلام، القانون ما قالش حبس ايده في ميدان عام. ايه القانون كويس؟ القانون ما قالش حبس الطالب. ما قالش حبس الطالب. القانون كويس يا جماعه. استاذ وهاب ماشي يكلم زميله يقول له يفكروا كلمه، انما اقول له اتفضل. دي دعوة صريحة للغش، ما تجيش. مش دعوة صريحة، أنا لما أجي أعالج أحط عقوبة مناسبة. أنت نائب عن الشعب. إنما ما أنا عشان أنا نائب، عشان أنا فاهم، عشان أنا فاهم، عشان أنا فاهم. إحنا قلنا غش. مين اللي قالك؟ مين اللي قالك بيقول لهم غش؟ إحنا بنقول كان في موروث ثقافي. يعني إزاي ياخد ورقة؟ هو كلام وزعيق وخلاص. مش زعيق. إزاي كلام وزعيق وخلاص؟ أنت مش كنت طالب؟ كنت طالب. طيب ما حصلش الكلام ده. كنت بكلم صاحبي، كنت بعمل يعني غشيت. يعني انت فاتد ولا غشيت؟ بقول لك نعمله. لا عشان كنت مذاكر، مذاكر. لو لسه كلمه اسال صاحبك اهو، اسال صاحبي ماشي. يا جماعه في هو بس اسال صاحبي ماشي، ده ماخد ورقه صريحه. هو خد ورقه يا جماعه لو سمحت. هو بس شايف انك اهو راجل محمد الدنيا. بقول لك كنت بغش في مجلس الشعب. لا يجب لا اساله في كلمه سؤال. ده ايه بيفكر؟ ما هو ده غش. ده كذا لو فاكر عشان مذاكر. غش بقى. انما لو انا لا مش غش. انت لسه بتقول الابن بوك. امال ده ايه؟ انت لسه بتقول اوبن بوك. يعني انا على تطوير تطوير منظومه التعليم. انت لسه بتقول الاوبن بوك. اطلع الكتاب سامع حسن بيه، اطلع الكتاب واكتب. طيب خد ورقه تفكر. لما يكون في اي جريمه يا استاذ، انت راجل محامي، لما يكون في اي جريمه انا عايز اناهضها. انا حاسس ان اللي كان عامل ما سمعناهوش. اوبن بوك اكزام ده نظام جديد، ويمكن احنا هنطبقه في بعض الجامعات مطبق. ده معناه ان انا بحاسب الطالب زي ما قال سياده النائب، مش على انه ينقل من الكتاب، على انه يفسر، يعلل، وعنده فكر. عنده فكر. فالكتاب مش مهم، مش هينقل منه. فين فكره هو؟ انما لما اسال صاحبي على السؤال ده بيقول كذا، انا مذاكر هفتكر. وزير التعليم وهو معايا في المداخله قال لي انه التفكير مستقبلا، حتى انه الطالب ممكن يعمل امتحان وهو قاعد في بيته او هو قاعد في في النادي او في القهوه حتى. يعني ايوه يعملوا على تطوير منهج التعليم نفسه مناهضه لعمليه الغش. يبقى كده مفيش غش. لما اجي انا بقى ابدا اعالج مرحليا، يبدا بقى ايه؟ ابدا اعمل ايه زي ما القانون قال كده. القانون قال كده. انتوا فاهمين ان القانون قال ان الطالب يتحبس؟ الطالب ما بيتحبسش. هذا النظام الفاسد اللي احنا بنعيشه، التعليم الفاسد اللي طلع ناس بيحفظوا وما يفهموش، ناس بيغشوا، ناس غير قادرين على اتخاذ القرار، ناس غير قادرين على التمييز. ده اللي بيحفظ ده تعب، اللي بيحفظ تعب وحفظ. احنا بنتكلم يا جماعه، بطلع ورقه واكتب. يا استاذ محمد يا عشان ناخد بس ناس معانا على التليفون نسمع راي الناس. استاذ طه، استاذ وهبه من الاقصر اتفضل. استاذ وهبه سامعني؟ استاذ وهبه طيب عشان بس ناخد يعني نوصل ل نتيجه ايجابيه بس على المدرس. انت كنت عايز تعلق على ان المدرس احيانا بيساعد الطالب على الغش. مفيش الكلام ده استاذ وائل. مفيش مدرس تعب شيئي، درس ابحاث، اسئله، شفوي، تحريري، تعبنا سنين، درسنا تربوي، واجي في الاخر مجهود ده كله. مدرس ايه يا استاذ؟ مدرس تاريخ. مدرس خريج ادب تاريخ جامعه مدرسه لا مدرسه ايه بقى؟ حاليا مدرس في مدرسه. مدرسه ايه؟ مدرسه مصر للغات. ما بتدرسش تعليم في معاهد خاصه ولا حاجه؟ لا في سنترات. طيب. يعني في سنتر بره او حاجه؟ ما فيش. بتدي دروس خصوصيه؟ انا بحييك عشان كده بتضايق. طيب لو بتدي دروس خصوصيه ده هو يكمل الفكره بتاعته. خليه يكمل. ماشي بقى. مدرس بيتعب كل السنين دي وبيدرس، وانزل مكتبه واطلع من مكتبه، والدكتور عايز بحث، والدكتور عايز بحث، واتعب واشقى، واجي في الاخر مجهود اللي انا درسته ده كله بدل ما انقل للطالب علمي اللي انا اتعلمته
اجي اديله ملزمه ولا اجي اديله برشام واقول له خد غش. ما هو مش حالي كده. ما هو احنا بنتكلم مش حالي كده. احنا بنتكلم كده. الكلام ده كده معانا انت كده بتقيلنا يعني انت معانا في الكلام. ما انا ما حضرتك حاجه. شوف شوف سيادتك. بص يا استاذ احنا ما اتكلمناش عن المدرس في حاجه. الاستاذ قال المدرس هو اللي بيقدم. لا بس خد بالك خد بالك احنا قلنا ايه زي ما في طالب بيغش هتلاقي في مدرس ايضا غشاش. بالظبط. يعني اذا الا من رحم ربي. اذا في ده في مش ده كله. على فكره الغالبيه العظمى ناس محترمين. تمام. وخد بالك دول ولادنا احنا بنحافظ عليهم يعني ما نيجي نعمل في تغليظ العقوبه احنا مش عايزينهم يعني ياخدوا من اللي فات يعني يعني مش عايز اقول الانظمه السابقه كانت بتساعد على ده. ما هو انا عاوز اقول لحضرتك النهارده احنا في مرحله جديده مرحله بناء. تمام. الانسان المصري زي ما قال السيد الرئيس النهارده. تمام. فما ينفعش بقى يبقى مسموح يبدا بالغش. تمام. ان يبقى عندنا طلبه بيبداوا حياتهم بالغش. استاذ حضرتك انتوا حاطين ليه المشكله في الطالب؟ احنا مش المشكله انتوا حاطين المشكله في الطلبه ليه؟ الطالب يا سياده النائب ما الطالب ده انا وفر له المناخ المناسب بتاعه وبعد كده في الاخر يا عاطف بيه هو ده الموضوع احنا جينا عشانه النهارده. انا حتى لو الشكل كمان بتاع اللجنه نفسه عملته بطريقه معينه ببعد معين وكده هحمي الطالب من نفسه من نفسه ماشي. الطالب ده انا مش هحبسه انا مش هحبسه عشان بطل واحد صح. مدام منى مدام منى يعني وليت امر هي تشوف اذا كان ترضى تلاقي تحبس عشان غش ولا لا. ما حدش سامع كده مدام منى بالتاكيد هتلاقي في دايما في الامتحان الام كمان احيانا ممكن اللي هو زي اللي بيتكلم عنه الاستاذ عاطف انه موروث ثقافي يعني فيعني ممكن كمان خد لك يا ابني حته برشامه. لا 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 لا, 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 لا. هو طالما بيذاكر وشايف وبيبذل مجهود واحنا موفرين المناخ المناسب في البيت للمجهود دوت والمذاكره والدروس طبعا الخصوصيه دي طبعا اساسي ده كل ده متوفر له ايه اللي هيوديه الغش. صح صحيح. هو ممكن يا استاذ سؤال اسال سؤال بس بعد اذنك يا فندم لو حضرتك متوقعه 1% ان ابنك الصبح يروح الامتحان وممكن يطلع من الامتحان على سجن سنتين هتوديه الامتحان؟ يا اخي لا يا جماعه في ايه؟ مفيش قاضي النهارده يا جماعه في ايه؟ حتى القانون ما قالش كده. القانون ما قالش كده. ما نوصلش للمشاهد هي يبقى ما قريتش القانون. يبقى ما قريتش القانون. القانون من سنتين للسبعه. طالب الغشاش من سنتين للسبعه. يا جماعه كلكم يعني عايزين نوصل محدش سامعكم يعني محدش سامعكم. قانون المباني دلوقتي بيقول لك سجن وغرامه. الكل لا 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 ده دلوقتي صح. استنى بقى استاذ محمد من الاسماعيليه. استاذ محمد من الاسماعيليه اتفضل. دكتور محمد محرك الاسماعيليه انا ولي امر طالب ثانويه عامه هيمتحن بكره. انت ابنك هيمتحن بكره ربنا يوفقه. هيمتحن بكره يا استاذ وائل. اتفضل. يا استاذ وائل من فضلك انا بحييكم بحيي ضيفك الكرام وبحيي برنامجك المحترم. الله يخليك اتفضل. الله يخليك. دلوقتي واخد بالك في ثالثه ثانوي على مستوى الجمهوريه من اول يوم في الدراسه لحد اخر يوم في الدراسه مفيش مدرس بيدخل فصل والطلبه كلها معتمده على الدروس التخصصيه. وزير التربيه والتعليم فين؟ المدرس اللي خد مرتب حرام ده ما اشتغلش بيه يا استاذ وائل. اجي حاسب طالب باولياء الامور كلهم واخد بالك اقول لك ايه بيشتغل بشغلانه واثنين وثلاثه عشان خاطر يكفي. ايوه ما يعني بيعمل نظام تعليمي جديد هيطبق من اولى ثانوي السنه دي ان شاء الله. فيعني ربما خلينا نشوف مع النظام التعليمي الجديد ان شاء الله نعيد الاعتبار تاني للمدارس وللمناهج وللتعليم. والمدرس يعني. كمان طب انت ابنك خلال ساعات هيدخل امتحان ان شاء الله خير. بتبقى قضية الغش والتسريب بتعمل ايه في مع ابنك في ده؟ يا استاذ وائل كان ايامي وايامك اللي بيجيب 15 يوم ونص فصل بياخد فصل واللي بيجيب واخد بالك 30 يوم ونص فصل بياخد فصل. المدرس دلوقتي مش موجود في ثالثه ثانوي وخلص اول يوم في الدراسه لحد اخر يوم في الدراسه. بس انت ضد الحبس لو الطالب قام بتسريب الامتحان بنفسه يعني. المدرس اللي خد مرتب حرام ده حرام وقع على الدوله. طيب استاذ ايمن من الغربيه. استاذ ايمن اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله يا استاذ وائل هو الموضوع بسيط جدا. انا النهارده دلوقتي حضرتك لو في طالب نجح وهو بعد ما غش وبقى مهندس او بقى دكتور او بقى اي حاجه هو حضرتك هل هيبقى مؤهل ان يبقى هو ده الكلام شاطر او دكتور شاطر؟ ده الصح بقى. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. زي ما احنا النهارده بنسمع عن دكتور عمل مصيبه في مستشفى او مهندس بنى حاجه وهو مش فاهم وكل مهنه زي ما حضرتك بتقول مش ملائكيه يعني فيها الوحش. لكن النهارده انا لما ابقى راجل برافو يا استاذ ايمن برافو ما بني على باطل فهو باطل.
طيب بشكرك دايما. اخد تعليقات اخيره. طيب اتفضل يا دكتور. يعني الامتحان يعني امتحان معناه ان انا بقيس قدره الطالب على تحصيل ما درسه، فاذا اجاز اذا خد 50% يعني اذا نسي 50% احنا بننجح الطالب اللي مش عارف 50% بننجحه. المفروض ان هو 70 او 80% يحصل المعلومات دي، فاذا اتقنها ينتقل الى صف دراسي اعلى لان العلم تراكمي. ولذلك الطلبه في الثانويه العامه اما بيحفظوا دول ما بيفهموش، اما بيجوا في هندسه وطب وصيدله وكل الكليات المختلفه نظام التعليم مختلف، هيعمل بحث، هيعمل مناقشه، حوار، هيبدي رايه، هيفسر، هيعلل، هيبتدي يصعد. نسبه الرسوب للمتفوقين في الثانويه العامه راسبين في الهندسه والطب والصيدله، ده دليل على فشل هذا النظام. وانا جاي هنا عشان اؤكد فشل هذا النظام اللي انا عشته 50 سنه. وانا بقول الحمد لله ان عشت بعد 50 سنه في التعليم، ووجدت في عصر السيسي نظام جديد، فكر جديد، تعليم جديد، صناعه انسان جديد لمجتمع جديد. استاذ عاطف بسرعه كده لانه الناس يعني خلال ساعات انا مش عايز اخوف الناس. القانون ما قالش على الطالب حبس، مش عايز اخوف الاولياء الامور. القانون وانا قريت القانون كويس جدا، بس اذا قام بالتسريب ونشر الامتحان هينشره ازاي وهو قاعد في اللجنه؟ يعني الموبايل احنا لسه قاعد تاني مع قلنا موبايلات يا جماعه دوروا عليه. قلنا نزلت الدبليو سي ده، انت كلمت يا حسن بيه. انا الدبليو سي ده حسن بيه بيقول لك انا بنجحه ب 50%. 50% في الثانويه العامه هتوديني فين؟ لا بقول اللي تنجح ايه وتعمل ايه يا جماعه؟ المنظومه كلها فاشله، القصه حتى في المجاميع الكليات بالمجاميع قصه فاشله. انا عايز اتكلم على مستوى تحصيله من الماده العلميه. انا عايز احنا الاول المنظومه، اعالج المنظومه قبل ما اروح للطالب واحاسبه. اعالج المنظومه بنعالج ايتو زد، وبعد كده بحاسب الطالب ووقع العقوبات. بس عقوبات ما توصلش لدرجه الحاسب. انا باختصار شديد، لما يبقى في فصل في 60 طالب بيمتحن وكلهم تعبوا وسهروا عشان يوصلوا نتيجة جيدة، وفيهم واحد يعني فاسد. انا مش عايز اقول فساد، لان برضو الموضوع دول اولادنا كلهم. انا عايز اكد على حاجة، واحد بيغش هل يتساوى واحد ما تغش مع ده؟ كل يوم مش ممكن، مش لابد انه يحاسب ويعاقب. يعني انت شايف انه بيغش في مادة ما ينفعش اتاخد له الفرصة. انا كده بساعد على الغش يا جماعة، مش ممكن اتاخد الفرصة ان هو يغش فغش في مادة عمره ما يا استاذ وائل. ده في مدرسين دلوقتي مطلعين في السنترات الاستاذ فلان بيجيب الامتحان بيدفع 2 مليون جنيه وبيجيب الامتحان، وانت كلمتهم في البرنامج عندك هنا قبل كده مدرسين معروفين. شكرا جميعا، وان شاء الله نكون معاكم طلب الثانويه العامه طبعا اللي ربنا ينجحهم يعني جميعا. بس من هذه المناقشه، لكن الطالب عليه انه يركز في الامتحان وفي المذاكره، ولا يلجا الى اي اساليب تعتمد على الغش او عدم تكافؤ الفرص او قتل العداله. يا جماعه اغتيال العداله الامتحان في البوكليت، الامتحان في البوكليت، الامتحان اللي هم النماذج اللي عملتها وزاره التربيه والتعليم. ان شاء الله ان شاء الله نكون معاكم غدا في حلقه جديده.